مشاهدينا متابعينا دائما وابدا عبر قنوات ابو ظبي الرياضيه، مستمعينا عبر صوت الملاعب، ايها الاحبه اينما كنتم، اللقاء دائما وابدا يتجدد بكم في الساحات، في الميادين، في الملاعب، في الصولات، في الجولات. لما لا، فالتحدي اليوم حيكون قمه التحدي بين كل من كالديرون على طرف ويوفانوفيتش الصربي على طرف اخر، بين الوصل صاحب الارض والجمهور والنصر وكل منهم يتطلع الى 3 نقاط هذه المباراه، خاصه اذا ما عرفنا ان النصر حتى الان في المركز الرابع الثالث ب 29 نقطه، وبعد ذلك ياتي الوصل في المركز الرابع ب 24 نقطه والفارق 5 نقاط، لذلك في من يسعى لتقليص الفارق وفي من يسعى الى توسيع الفارق اكثر. على كل حال حكم المباراه اللي معنا في الصوره السيد عادل النقبي، مساعد الاول او اضافي اول ياسين المنصوري، اضافي ثاني يحيى الملح، مساعد اول احمد الراجدي، ومساعد ثاني مروان عبد الرحمن، الحكم الرابع احمد النقبي. اذا تشكيله اصحاب الارض في هذه المباراه، فيها راشد علي كحارس مرمى، هناك ايضا ياسر سالم، وحيد اسماعيل، حسن زهران، سالم عبد الله في الخط الخلفي، وهنا بالارتكاز علي سالمين، هوغو فيانا على الجانب اليمين، هزع سالم على الجانب الشمال، احمد الشامسي في خط الهجوم، اي في المقدمه موجود فابيو دي ليما، وكذلك كايو اللاعب الذي ذكر قبل المباراه انه يتمنى ان يعود ويلعب كراس حربه، اعتبارا ان الموسم الماضي كان هنا كراس حربه يلعب، وبالتالي سجل 16 هدف، هو نفس الرقم الذي سجل فابيو دي ليما كذلك. على كل حال على الطرف الاخر هناك احمد شامبيه يدفع فيها السيد ايفان يوفانوفيتش الصربي مدرب فريق نادي النصر في هذه المباراه، محمود خميس، عصام ضاحي، مبارك سعيد، احمد ابراهيم في الخط الخلفي بالارتكاز، طارق احمد وخالد جلال اللاعب القادم من نادي الوحده. على الطرف الشمال هذا وكيمبي اوكوكو اللاعب الفرنسي الكونغولي، وهناك ايضا موجود كذلك البركين فاسو جوناثان بترويبا وهو الحاضر على الجانب اليمين، فيما هناك البرازيلي نيمار وسالم صالح اللاعب القادم كذلك من نادي الوحده مع بدايه هذا الموسم موجود وحاضر في الخط الامامي. اذا حكم المباراه بانتظار اكيد ضربه البدايه، المباراه ستكون هي تحت الرقم 81 هنا في ديربي بر دبي، وهذا الديربي الذي يترقبه الوصلويون والنصراويون، و80 لقاء سبق هذا اللقاء، محاولة خطيرة، حكم المباراة يقول ما فيها شيء. إذا هناك أكيد 29 انتصار للنصر، 25 انتصار للوصل، و27 حالة التعادل حضرت هنا في هذه المباراة. إذا الآن النصر بانتظار الهدف رقم 101 في مرمى الوصل، فيما الوصل بانتظار الهدف رقم 96 في مرمى النصر هنا في هذا اللقاء، وفي قمة التحدي إذا ما سميناها تحدي، في قمة المباريات إذا ما سميناها كذلك أيضا، في قمة كذلك الوصل الذي يستعد والنصر الذي يترقب، وبالتالي الجماهير هي التي أيضا تنتظر ماذا سيقدم الوصل والنصر في هذا اللقاء، لأن كما ذكرت التاريخ سيبقى حاضرا والأيام ستبقى أكيد لها ذكريات جميلة وجميلة جدا عندما يلتقي النصر بالوصل، عندما يلتقي الأصفر بالأزرق، عندما يلتقي الإمبراطور هذا الذهب بالعميد هذا القديم. الكرة تتلعب على طول، تتلعب في نص الملعب، محاولة لهوغو، الكرة معه يحاول يتقدم ولكن تتخلص على طول، طارق خلصها على نص الملعب، ترجع مرة ثانية من سالم لطارق على الجانب اليمين، يحاول بتروبي، وبالمناسبة بتروبي هذا النجم القادم من نادي الجزيرة الموسم الماضي كان قد سجل 4 أهداف في مرمى فريق نادي الوصل بقميص الجزيرة وليس بقميص فريق نادي النصر، منهم هاتريك من أصل 4 أهداف، وبعد ذلك في مباراة أيضا الذهاب كان قد سجل هدف، وبالتالي هذا هو اللي معنا في الصورة، اللاعب خالد جلال اللاعب الذي يمتلك هدف واحد مع فريق نادي النصر هذا الموسم، وهو القادم من بداية الموسم من فريق نادي الوحدة، وكان واحد من الأسماء الجميلة كذلك هناك مع أصحاب السعادة. الكرة تعود الآن توصل لفابيو دي ليما اللاعب الذي سجل 9 أهداف حتى الآن، وهو الذي كان قد سجل الثنائية في الفجيرة في الأسبوع السادس عندما انتصر الوصل انتصار عريض هنا على هذا الملعب ب5 أهداف مقابل هدف. في بالمناسبة هذا اللاعب الموسم الماضي كما ذكرت كان قد سجل 16 هدف، كايو كذلك أيضا سجل 16 في المقابل، أيضا هناك كذلك أدرسون الذي كان قد سجل 14، وأدرسون ترك قائمة الوصل من بداية الموسم، إدغار بالمناسبة أيضا هو الآخر ترك قائمة الوصل في الانتقالات الشتوية، وعوض بلاعب برازيلي آخر قادم من الدوري الكويتي وتحديدا من نادي الكويت هو روجيريو، ذلك اللاعب الذي أيضا كان قد تألق
الموسم الماضي مع فريق نادي الشباب السعودي وحمل معه بطولة كأس السوبر. الكرة تعود توصل لراشد يلعب أماميه على طول أماميه الوصل. فريق قادم من خسارة من فريق نادي العين بثلاثة أهداف دون رد. على كل حال محاولة خطيرة للمار للمار يلعب جول تتلعب يا مش معقول الكرة تروح بهذه الصورة. نيمار البرازيلي يتقدم هذا ولان. شوف الكرة من خلف المترد من المدافع رد بالخطأ. هدية قدمت لنيمار، هدية قدمت للنصر، هدية قدمت من جانب الظهير من جانب سالم عبد الله اللي ردها. ونيمار يتقدم يتوغى ليسدد ولكن أيضا الكرة على طول يتدخل هنا حارس المرمى يتدخل راشد علي وبالتالي يحرم نيمار والنصر من هدف أول في أول تقريبا ثلاث دقائق من زمن هذا الشوط. نيمار اللاعب الذي سجل 5 أهداف، نيمار الذي سجل هاتريك في مرمى الشعب، وعلى كل حال اللاعب الذي غاب عن التسجيل في آخر 3 مباريات واللي كان اسمه مطروح في أنه قد يترك النصر في الانتقالات الشتوية، ولكن يظهر لي السيد إيفان يوفانوفيتش فضل بأن يبقى ذلك اللاعب بأن تبقى هذه الأسماء. وبالتالي نلاحظ نيمار بقى، كيمب كوكو كذلك حاضر، بتروبا حاضر، خيمينيز هو الغائب الأكبر بالنسبة لفريق نادي النصر في هذه المباراة بجانب عامر مبارك وكذلك علي العامري الذي يتواصل غيابه. بالمناسبة يعني عامر مبارك كان قد طرد في المباراة الماضية في الجولة الماضية أمام فريق نادي الظفرة فيما خيمينيز عنده 3-0. هذا هو سيد كالديرون المدرب الذي الآن يواجه إيفان يوفانوفيتش، وبالتالي هل يتمكن إيفان يوفانوفيتش أن ينتصر أم يخسر إيفان أمام كالديرون؟ والوصل أبرز الغائبين هو عبد الله صالح اللاعب المطرود أمام فريق نادي العين، وبالتالي سنشاهد الآن. واضح تماما أحبتي الكرام النصر بالقمصان الزرقاء على يمين الشاشة، الوصل بالقمصان الصفراء على يسار الشاشة، الألبسة التقليدية حاضرة وموجودة، نحن بانتظار على الأقل هدف، بانتظار ما يفعل الجماهير، بانتظار ما يحرك هذه الجماهير إن كانت وصراوية أو نصراوية، بانتظار كذلك من يستطيع أن يحرك دكك هذه المباراة، أن يفتح ويفك الطلاسم، أن يضيف شيء على هذا اللقاء وحلاوة اللقاء. والكرة توصل أحمد الشامس، الكرة معاه يلعبها ولكن كيمبو كوكو ياخذها يلعبها خطيرة جاءت. سالم صالح يتقدم، الكرة معاه، هجمة لصالح فريق نادي النصر، سالم صالح يتقدم الطرف الشمال يحاول يمر لاعب عرض الملعب ولكن الكل بعيد. نيمار كان قريب تماما من القائم الأول، بتروي بعيد تماما من المرمى والكرة، وهذا هو اللي معنا في الصورة أحمد إبراهيم، ولكن الانطلاقة كانت من طرف مين؟ من طرف المهاجم سالم صالح الذي تقدم مع اللقطة الماضية. على كل حال في نطاق دور المحترفين الفريقين تقابلا في 15 مباراة، فالنصر فاز في 7 والوصل في مباراة والتعادل حضر في 7 مباريات. الوصل الذي لم يفز إطلاقا على النصر في آخر 7 مواسم، ويعود آخر فوز للوصل على النصر إلى ذهاب 2008-2009 هنا على هذا الملعب بهدف دون رد كان بإمضاء عيسى علي اللاعب الذي تنقل بين عدة أندية إن كان على مستوى الشعب أو كذلك دبي وبعد ذلك الاتحاد. والكرة تعود الآن توصل مباشرة لسالم صالح يردها وراء لمحمود خميس، الكرة معاه ظهير الشمال، التقدم لاحظ يعني الفريقين حيفعلون الأطراف أكيد إن كان الطرف اليمين أو الطرف الشمال، يعني معنى هذا أن الأظهرة حتتعب تماما. هذا هو بتروبا حاضر وموجود على أحمد الشمس وسالم عبد الله أن هم أيضا يعرفون شلون يتعاملون مع ذلك اللاعب السريع تماما. على الطرف الآخر كيمبو كوكو موجود هناك على هزاع سالم وياسر أن يتعاملون مع قاطرة بشرية وليس لاعب عادي. في المقابل هناك فابيو ديليما يتحين، هناك كايو كانيدو كذلك ينتظر، وبالتالي على عصام ضاحي ومبارك سعيد وقبل ذلك طارق أحمد وخالد جلال. التعامل مع انطلاقات الوصل من العمق أو كذلك أحيانا من الكرة من الأطراف كان الطرف اليمين أو الطرف الشمال، لأن نحن نشاهد أكيد أحمد الشمس سيتقدم، هزاع سيتقدم، وبالتالي التمريرات والتمويل سيأتي من الأطراف أو من العمق. هذا هو هوغو عفوا فابيو، الكرة تعود الآن ترجع لفابيو يتقدم الكرة معاه، محاولة رائعة من جانب لاعب يمتلك مهارة عالية تماما ولعب يعني يعتبر واحد من أبرز مفاتيح هذه المباراة، وواحد كذلك ينتظر أن يقدم مردود جميل جدا لأن جماهير الوصل الحقيقة تراهن عليه مثل ما تراهن على كايو مثل ما تراهن كذلك على أسماء أخرى. هوغو فيانا اللاعب الذي دائما وأبدا ما يبقى هو رمانة الميزان في نص الملعب، والكرة
كرة التعب توصل على طول أمامية الآن خطيرة بالجانب الشمال، تقدم إلى الوصل ولكن دخول من جانب المدافع مبارك سعيد اللي يبعدها، هذا هو اللي معنا في الصورة وخارج الملعب رمي التماس. هنا واضح تماما المهاجم الرائع فابيو دليما اللاعب الذي سجل 9 أهداف وينتظر أن يسجل 10 الهدف العاشر هنا في هذه المباراة، إذا كان ذلك ممكن وبالتالي سيسعد الجماهير. ولكن كذلك هناك أيضا كيمبا وكوكو ينتظر يتوعد هجمة الآن، بداية هجمة مجرب كيمبا وكوكو، النصراوي يلعبها من الطرف الشمال، محمود يتقدم من الطرف يحاول حيردها وين لخالد جلال، سيطر على كرته، الكرة بداية نصراوية من نصف الملعب على طول تتخلص، الكرة تعود هوجو يلعبها لجهة كايو، كايو الكرة معاه مباشرة أحمد الشمسي ينتظر تمرير أمامية، هوجو يحاول يمرر ولكن الكرة تعود توصل لكايو يضبط كرته يلعبها على نصف الملعب، الكرة الآن في صفرة وفي خطأ وضربة حرة مباشرة هي لصالح فريق نادي الوصل. إذا 8 دقائق لعب من زمن شوط المباراة الأول والتعادل لا زال قائم حتى الآن، قائم حتى الآن. على كل حال على هذا الملعب تقابل في 7 مباريات فاز الوصل فقط في مباراة كانت في ذهاب كما ذكرت موسم 2008-2009 بهدف بإمضاء عيسى علي، وهو بالمناسبة الفوز الأول والأخير للوصل على النصر في نطاق دوري المحترفين، أي يعني من 7 سنوات لم يفوز الوصل على النصر، فيما فاز النصر هنا على الوصل في 3 مباريات والتعادل حضر كذلك في 3 مباريات ومحاولة خطيرة ولكن الكرة تتخلص الآن، الكرة تتخلص تعود ترجع مرة ثانية، هجمة خطيرة من جانب فريق النادي الوصل يحاول الكرة معاه يسدد هوجو يا ساتر جول، هوجو يبتدع التسجيل البرتغالي الرائع بتسديدة غير عادية، الوصل الآن عن طريق هوجو يجعل الجماهير تتفاعل، الجماهير بقوة تتردد، نعم والجماهير بقوة كذلك تسعى في أن هي تفرح وهذه هي تفرح الآن، يا سلام الكرة توصل يمين توصل على طول لهوجو وهوجو يسدد، هوجو يفتح على التسجيل، هوجو يقول لجماهير الوصل أنا حاضر أنا موجود، هنا هوجو يسدد هدف ويفتح على التسجيل، البرتغالي الرائع الذي يسجل هدف أول في هذه المباراة، هدف شخصي ثاني على مستوى هذا الموسم، هذا هو هوجو الرائع وبالتالي هوجو يبدأ المباراة بالتسجيل. إذا هوجو وبداية رائعة تماما في أول تقريبا 10 دقائق من زمن شوط المباراة الأول عن طريق الوصل وعن طريق البرتغالي هوجو اللاعب الذي تمكن من التسجيل، تسجيل هدف ولا أروع، تسديدة ولا أجمل، وبالتالي الآن البداية حتكون ساخنة تماما، حلو لما يجي الهدف في الدقائق الأولى لأن الفريقين كل منهم يحاول يرد، خطيرة ورأسية وتتلعب ولكن في حارس المرمى، محاولة كانت من البرازيلي كايو، الهدف هذا قد نعم يعطي الحقيقة ثقة رائعة بالنسبة لفريق نادي الوصل، قد يمنح كذلك الوصل دفعة معنوية كبيرة، ولكن هل النصر بإمكانه أن يعود إلى المباراة؟ هل بإمكانه كذلك أن يقدم شيء؟ هل بإمكانه أن يزور مرمى فريق نادي الوصل ويسجل؟ كل هذه الأسئلة متروكة لكل من نيلمار، سالم صالح، كيبو كوكو وبترويبا، وهذا هو كالديرون فرح تماما سعيد أكيد لأن بداية رائعة، فريق لم ينتصر في آخر 7 سنوات، فريق كذلك غايب عن الانتصارات، فريق لم ينتصر بالمناسبة فريق نادي الوصل في آخر 5 مباريات على مختلف المسابقات، وهو الفريق الذي ترك الدور نصف النهائي لبطولة كأس المحترفين عندما خسر أمام فريق نادي الوحدة على هذا الملعب بهدفين مقابل هدف، الكرة ترجع مرة ثانية الآن توصل على طول للمدافع مبارك يردها ورا، الكرة تعود كذلك لحارس المرمى يأخذها، هذا هو الآن أحمد شامبي يلعب أمامية وطويلة ومحاولة ولكن هوجو الكرة تتخلص ترجع توصل لطارق يلعبها لقلب الدفاع مبارك سعيد أمامية الآن كيمبو كوكو يتقدم يتوغل محاولة منه محمود كرة مع الخط تماما طالت عليه الكرة تروح خارج الملعب ورمي تماس ورمي تماس يعود آخر فوز للنصر على الوصل هنا في هذا الملعب في زعبيل إلى أياب موسم 2013-2014 بهدفين مقابل هدف في مباراة سجلها في إبراهيم التوري هدفين وأوليفيرا هدف واحد واسمه أوليفيرا سيبقى محفوظ سيبقى في ذاكرة الوصلاوية ولكن ليس أوليفيرا هذا بل إلكسندر أوليفيرا البرازيلي اللاعب الذي سجل حوالي 65 هدف بقميص الوصل وهو اللاعب الذي قضى 6 مواسم رائعة تماما مع الوصل ومحاولة الآن على طول يحاول يمر
وبالمناسبة كان نعم في فترة هو عميد اللاعبين المحترفين، وهو أكثر من لاعب لفريق نادي الوصل تقريبا يعني 6 مواسم أعتقد. كانت رائعة حافلة بالإنجازات والبطولات والألقاب، وكان كذلك حاضرا عندما أحرز فريق نادي الوصل الثنائية في آخر موسم اللي هو بطولة الدوري والكأس، وكان هو واحد من أبرز رموز تلك المباراة وذلك الموسم، وبالتالي الجماهير الوصلاوية تبقى حافظة اسم ذلك اللاعب، تبقى متذكرة تماما حضور ذلك اللاعب، تبقى كذلك مدونة كل إنجازاته وكل كذلك أهدافه وكل صولاته وجولاته. ويبقى بالمناسبة كان قد زار الوصل الموسم الماضي يظهر لي نعم زيارة حبية يعني للأحبة للأصدقاء للجماهير. الكرة تتلعب أمامية الآن، محاولة وصلاوية عن طريق يا ساتر، الكرة تتخلص ترجع مرة ثانية لطارق، الكرة معه يمرر أمامية اللي بترويبا، ولكن الكرة تتخلص تعود مرة ثانية الآن وصلاوية على طول، الكرة مع هزاع من الجانب الشمال يلعبها لهوغو، يضبط كرته تماما هوغو رمات الميزان، هوغو واحد من اللعيبة عمود فقري فريق نادي الوصل تماما. هذا الوصل نعم ينطبق على هذا اللاعب، محاولة مرور من جانب علي سلمين، الكرة تتخلص تعود ترجع مرة ثانية توصل اللي صالح فريق نادي النصر سالم صالح، نازل على طول مستلم يحاول يتقدم، تتخلص من أمامه علي سلمين يخلصها، الكرة تروح خارج الملعب ورمي تماس، ورمي تماس هذا هو اللي معنا في الصورة. علي سلمين لاعب الارتكاز خسر جهود منتخب الإمارات الأولمبي، على كل حال هنا طبعا الإقصاء والإبعاد، الكرة تعود الآن توصل لمحمود ياخذ كرته يحاول يتقدم. بالمناسبة يبقى فريق نادي العين الفريق المتصدر بـ40 نقطة على بعد 3 نقاط عن فريق النادي الأهلي صاحب الـ 37، وبالتالي الآن التحدي سيبقى حاضرا وموجود، لذلك النصر يسعى بأن هو يضغط على كل من الأهلي والعين، ولكن الوصل يحاول كذلك أن يقلص الفارق بينه وبين فريق نادي النصر إلى نقطتين، على اعتبار إذا ما انتصر نعم سيصبح الفارق يدوب نقطتين، لأن الوصل سيصل إلى النقطة 27، وبالتالي 27 هناك 29 يعني الفارق نقطتين، يعني معناته الأمل سيبقى موجود وحاضر فيما جماهير النصر تقول لا لابد أن ننتصر، وهكذا لسان حال الجماهير الوصلاوية والنصراوية. وشكرا يا جمهور، شكرا يا إبداع، شكرا يا إمتاع، إذا ما تجاوبتوا مع هذه المباراة وهذا الديربي الذي يحظى بإقبال جميل وجميل جدا إن كان نصراويا أو وصلاويا. نعم فالنصر يبقى حاضر والوصل يبقى حاضرا، والجمهور يبقى دائما هو الحاضر الأكبر في مثل هذه المباريات والمناسبات والتحديات واللقاءات، وبالتالي كل منهم يسعى للانتصارات. محاولة على طول لكيبا أوكوكو يلعبها مباشرة لطارق، الكرة ترجع مبارك سعيد يلعبها لعصام ضاحي مضغوط عليه، تتلعب على الجانب اليمين أحمد إبراهيم سيطر على كرته، تقدم نصراوي أمامية وطويلة ويحاول يسيطر عليها نيمار البرازيلي، ولكن الكرة أقرب لراشد، وهذا هو الآن الظهير اليمين أحمد إبراهيم لاعب منتخب الإمارات بالمناسبة استدعي لمرة واحدة هناك أمام منتخب أيسلندا. كرة تتلعب ترجع مرة ثانية توصل لهوغو، يا سلام عليك ثقة في النفس، قدرات رائعة لهذا اللاعب ياسر على طول يلعب لأحمد الشامسي، وصلاوية لازالت مباشرة أيضا لهوغو، الكرة تعود لأحمد الشامسي لهوغو مضغوط عليه لياسر يرد لأحمد الشامسي، تتلعب أمامية طويلة جهة كايو، الكرة تتخلص ترجع مرة ثانية هوغو يلعبها لفابيو ديليما، فابيو الكرة معاه لهوغو جهة كايو، الوصلويون يتقدمون والكرة طول تروح خارج الملعب، ورمي تماس ورمي تماس. على كل حال يعني فوز النصر على الوصل في ذهاب هذا الموسم جاء بعد تعادلين الموسم الماضي 0-0 هنا و2-2 هناك، فنتيجة الدور الأول كانت نعم نصراوية هناك في استاد المكتوم عن طريق كيمبو كوكو بترويبا، من سجل في تلك المباراة، وبالتالي هذا يؤكد قيمة كل من بترويبا وكيمبو كوكو. فبترويبا هو الذي سجل 5 أهداف 5 أهداف، 4 منهم بقميص الجزيرة في مرمى الوصل، وهدف بقميص النصر في مرمى الوصل، وهنا رمي التماس عن طريق محمود خميس. كرة تتلعب الآن رمي تماس على طول تتلعب توصل مرة ثانية الآن لمحمود كذلك من خلف جلال، تتخلص الكرة تعود لكيمبو كوكو خلص نفسه مر عدى لعبة لمحمود، محمود هجمة ولكن في راية، وكذلك هناك في تسلل إذن تسلل و
راشد علي على التنفيذ، تسلل وراشد علي على التنفيذ، بالمناسبة يعود أول لقاء بين الفريقين إلى موسم 74-75 عندما انتصر النصر في تلك المباراة 4-1. 4-1 محاولة، الكرة تتخلص، تعود مرة ثانية توصل لحسن زهران على حكم مباراة ما يقول شيء، الكرة على طول لسالم يلعب جات بترويبا يتقدم، خطيرة هذه بترويبا، بترويبا يمر للنيمار يحاول يمر، طالت توصل لأحمد إبراهيم بعرض الملعب، الكرة تعدي توصل مرة ثانية كيمبو وكوكو، كيمبو يحاول عدي خطيرة هذه، كيمبو يحاول يمر مضغوط عليه، كيمبو يواجه يسدد الكرة تصطد تعود توصل مباشرة لأحمد الشامسي، يلعب لهوغو، هوغو جهة أحمد الشامسي خلص، الكرة توصل مباشرة لنيمار، عفوا جات فابيو، الكرة أمامي جات كايو، ولكن الكرة تروح خارج الملعب ورمي التماس، ورمي التماس. هذا اللقاء بالمناسبة هو اللقاء الثالث هذا الموسم بعد لقاء الدور الأول عندما انتصر النصر بهدفين، ولقاء كأس الخليج عندما تعادلوا 0-0. لذلك حتى الآن الوصل يتقدم حتى دقيقة 18 بهدف كان بإمضاء الرايح هوغوفيانا من تسديد على طول من خارج منطقة 18. محاولة نيمار يتخدم البرازيلي يحاول مر، ولكن تعود الكرة مرة ثانية لسالم صالح، يحاول يضبط كرته ياخذ كرته، نعم وصلها على طول قبل لا تعدي، سالم الكرة معاه يعود فيها للوراء خالد، ترجع الكرة توصل لكيمبو وكوكو، عاد من الاولاني يحاول عاد من الثاني، يا سلام عاد من الثاني، ولكن في صفاره وفي خطا وفي ضربه حره مباشره ضد ياسر سالم الظهير اليمين لفريق نادي الوصل ولصالح كيمبو وكوكو الذي تقدم ومر وعد عرقل بعد ذلك، وبالتالي حكم المباراه عادل النقبي يحتسب خطا. وبالمناسبه عادل النقبي هذه المباراه هي المباراه 17 لهذا الموسم على مستوى الدوري، وهو الذي يزور ملعب زعبيل الآن، يزور مرمى أو ملعب زعبيل للمرة الخامسة وهذه المرة السادسة بالمناسبة، هذه المرة السادسة لأن عنده 5 زيارات قبل هذه المرة. على كل حال ضربة حرة مباشرة، ضربة حرة مباشرة، محمود على التنفيذ في مكان صعب تماما خطر تماما، واضح ان حيطة بشرية من لاعب واحد فقط، شوف الارتكاز والتمركز بالنسبة للنصراوية والحذر كذلك بالنسبة للوصلاوية، القمصان الزرقاء حاضرة، الكرة تتخلص على طول، حسن زهران يخلصها، تعود من طارق لبترويبا، بترويبا حيعلي، لا والله تمرير امامية لسالم، ولكن تبعد الكرة تروح خارج الملعب، وضربة ركنية هي لصالح فريق نادي النصر، الفريق الذي يبحث عن العودة الى المباراة. هنا واضح تماما هزاع قبل ذلك حسن زهران، وكما ذكرت 20 دقيقة لعب من زمن شوط المباراة الأول، 1-0 للوصل، الضربة الركنية الثانية للنصر، وشايف مين على التنفيذ؟ حيكون محمود، حيكون محمود، حيلعبها وحتلف، وواضح تماما الكرة حتروح يظهر لي على القائم الجريب، على القائم الجريب شكلها حتروح على القائم الجريب، كرة تتلعب على طول ولكن بتحارس المرمى، راشد علي على طول يسيطر عليها، راشد علي مباشرة يسيطر عليها. الوصل الفريق الذي لم يفز في اخر 3 مباريات، تعادلين وخساره، اخر فوز ليعود الى الاسبوع ال 12 على حساب ديبل فجيرا، في الفجيرا بثلاث اهداف دون رد، دون رد، على فكره اخر فوز على ملعبه كان يعود الى الاسبوع ال 11 على حساب الوحده بهدف دون رد. الوصل هذا الموسم يعني لم يحقق 3 انتصارات على التوالي اطلاقا، يعني ابعد ما وصل له انتصارين على التوالي، ولكن لم يذهب لي 3 انتصارات، فهو انتصر يعني الشعب على الشعب، وبعد ذلك على الجيرة، ثم خسر، ثم على الظفرة وبنياز، ثم عاد وتعادل، ثم خسر، ثم بعد ذلك على الوحدة وعلى دبا، ثم عاد وتعادل في مناسبتين وخسر بعد ذلك في مناسبة. الكرة تتلعب، ترجع مرة ثانية توصل مباشرة لطارق، تمرير أمامية ولكن إذا تتخلص وحيد يخلصها، الكرة تعود الآن ترجع لصالح النصر، محاولة على طول الآن لطارق يضبط كرته يردها ورا لمبارك سعيد، الكرة معاه، تمريره النصراويه عن طريق خالد جلال يتقدم من العمق، خالد جلال يرسلها هناك على الجانب اليمين على طول، احمد ابراهيم اخذ كرته لعب لسالم صالح، يتحرك بشكل سليم تماما، ولكن ايضا ابعاد واقصاء من جانب المدافع اللي معنا في الصوره حسن زهران، وهذا هو احمد ابراهيم الظهير اليمين لفريق نادي النصر الذي يتطلع في انه هو يعمل كروسات لكل من نيمار وبترويبا وكذلك سالم صالح حتى الان بالمناسبه، ولا كره عرضيه ابدا سوى واحده بس كانت من
احمد ابراهيم عدا ذلك ولا كره عرضيه امام مرمى فريق نادي الوصل للنصر. محاوله الان محمود ياخذ كرته، يحاول يتقدم محمود، الكره معاه مضغوط، الشمس يضغط، يحاول يمر هنا يرد اللي كيمبو كوكو على طول تمريره جاء طارق بعرض الملعب هناك على الجانب اليمين اللي عصام ضاحي مباشره. احمد ابراهيم نصراويه لا زالت حتى الان، تمريره اماميه، تمريره للمار، ولكن ايضا واضح تماما ان هناك يقضى من جانب المدافع حسن زهران اللي حتى الان يقف ند ويتمكن من ان هو يبعد اكثر من كره امام نيمار ويحرم من نيمار من اكثر من محاوله وما اكثر من تقدم ورمي تماس تتلعب توصل لطارق يلعب لخالد جلال ورا مباشره الان لمبارك سعيد، الكره تعود لطارق ياخذ كرته الان، طارق يردها لمحمود خميس، محمود ياخذ كرته على طول يردها ورا لطارق، طارق امامي الان تتلعب نيمار يحاول ولكن ايضا حكم المباراه ما يقول شيء بالمره، وهنا هذا هو الان حسن زهران وحكم المباراه الان يتكلم عن نيمار يتكلم مع زهران، يظهر لي يعني اللعبه كانت عاديه تماما. على كل حال اكيد ابراهيم المهيري حيكون حاضر وموجود اللي يقول كلمه حول ما يدور بالنسبه لقرارات الحكم ومحاوله الان، وواضح يعني طبيعي ان 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 خبراء التحكيم في قناه ابو ظبي الرياضيه يدلون برايهم ويفكون بعض الرموز وكذلك يقولون ما يشاهدونه حول بعض القرارات التي تكون حاضره في المباراه. محاوله الان، كره تعود ترجع مع السلام هوجو، كره معاه يحول اللعب من نص الملعب على الجانب اليمين، هذا اللاعب يرسل الكرات دائما في المساحات بعرض الملعب خطيره في الجول، جول الشمس يا احمد على طول من الجانب اليمين، قلت لك انا مع بدايه المباراه الاطراف ستلعب دور كبير وكبير جدا، الاطراف ان كانت وصلاويه او نصراويه، هنا النصر نعم واضح وهنا الوصل حاضر والكره بعرض الملعب من الشامسي على قدم فابيو الدليم المتالق المتعلق، شوف هذا هي الان بشماله يحطها في سقف المرمى، يا سلام من الشمس بعرض الملعب، الحضور واي حضور لفابيو دليما اللاعب المتالق والمتعلق المنتظر والمترقب، اللاعب الموجود والحاضر في مكان ولا اروع، هنا موجود هنا حاضر هنا يسجل هنا، نعم تتفاعل الجماهير الوصلاويه، افرح يا وصلاوي في هذا اللقاء، افرح يا اصفر في هذه المباراه، افرح يا هوجو يا فابيو دليما، وبالتالي هدف ثاني الان، هدف ثاني الان اذا فابيو دليما، فابيو دليما يسجل، متى سيعود النصر، متى سيعود، متى سيعود النصر في هذه المباراه، حنشوف اذا كان نيمار موعود ولا سالم صالح كذلك موعود، لكن واضح تماما حتى الان قطع الوصل العهود على نفسه وسجل هدف اول ثم بعد ذلك تلا ذلك الهدف بهدف ثاني، وبالتالي الان تتجدد الاماني في هذه المباراه، في مباراه العوده الى الانتصارات، في مباراه العوده الى الابتسامه، في مباراه تقليص الفارق ان كانت بالنسبه للوصل او كذلك تاكيد وتوسيع الفارق بالنسبه للنصر. على كل الكره توصل لاحمد شامبي، واضح تماما 25 دقيقة لعب زي ما شوط المباراة الأول، والوصل يتألق يتعملق ويتقدم بهدفين، الأول كان بإمضاء الرائع هوجو والثاني كان بإمضاء المميز فابيو، المميز فابيو، يا سلام، يعني واضح الآن أن الوصل عنده إصرار قوي وقوي جدا، ذكرت أن الأطراف حتلعب دور، شفنا احنا الكرة العرضية الجميلة الرائعة، يا ريت يعطينا إياها المخرج مرة ثانية حتشوف، يعني البداية واضحة تماما من بداية هدف، البداية واضحة تماما أن الوصل موعود بهدف، البداية الرائعة من الجانب اليمين، أحمد الشمس يتقدم يتوغل عمل الكروس ثم بعد ذلك فابيو دليما المنتظر المترقب الموعود والموجود، وهنا واضح يا حيدخل البرازيلي يظهر لي حيدخل روجيريو، روجيريو قاعد يسخن الآن ينتظر أن يقدم أوراق اعتماد للجماهير الوصلاوية في هذه المباراة، هو القادم من باب الإعارة من نادي الكويت، الرجل الذي حمل ثمان ألقاب مع فريق نادي الكويت، الرجل الذي سجل جملة من الانتصارات، صاحب ال 35 هدف في 6 مواسم مع فريق نادي الكويت، اللاعب الذي نعم كان قد رفع كأس السوبر كذلك
كذلك الموسم الماضي عندما أعير من الكويت الكويتي للشباب السعودي. هذا هو كالدرون المدرب الذي ذكر قبل هذه المباراة أنه نعم يعني ما كان ابدا ما كان وده ان ادجار يترك ما كان وده ان ادجار يترك ما كان وده ان ادجار يغادر قائمه فريق نادي الوصل. ولكن على كل حال لشركه الكره الوصلاويه رؤية وانا اتفق معهم، لشركه الكره الوصلاويه كذلك راي وانا اتفق معهم، لشركه الكره الوصلاويه خبره وانا اؤكد على قيمه تلك الخبره. كره تطلع ترجع مره ثانيه توصل لخالد جلال يلعبها على الجانب باليمين، هجمة نصراوية ومحاولة تقليص، الكرة تتخلص تعود ترجع مرة ثانية، وشايف سالم قام بالسلامة الآن، سالم عبد الله يقوم بالسلامة وبالتالي يطلب أن يدخل الآن أرض الملعب، وهذا هو يدخل. وهنا واضح كايو كانيدو الرجل الذي ذكر أنني عندما ألعب كرأس حربة كمهاجم أكون الرايعة تماما، لهذا لأن هذا المكان اللي أرتاح واستريح وأعطي فيه وأجد نفسي فيه وأجد قيمتي الفنية فيه وأجد كذلك أنني كيف أتعامل مع أنصاف الفرص فيه. لذلك المدرب اليوم السيد كالدرون حط في هذا المكان لكي أيضا يتفاعل ونشوف ماذا سيقدم كايو كانيدو في هذه المباراة. الرمي تماس، الرمي تماس، الوصلويون قادمون، النصرويون يحاولون العودة إلى المباراة. يا سلام، أصفر أزرق كل الألوان، الكرة على طول في صفارة وفي خطأ وضربة حرة مباشرة، وضربة حرة مباشرة لصالح فريق نادي النصر ولصالح البركينا فاسو. جوناثان بترويبا، جوناثان بترويبا اللاعب الذي سجل الموسم الماضي بقميص الجزيرة 9 أهداف، اللاعب الذي سجل كذلك بقميص الجزيرة في مرمى فريق نادي الوصل 4 أهداف، اللاعب الذي سجل في مباراة الدور الأول عندما انتصر النصر هناك باستاد المكتوم على الوصل بهدفين، كان أيضا قد سجل هدف وترك الهدف الثاني لكيمبو أوكوكو. يحاول الآن سلامات، سلامات، النصر يغيب عنه واحد من أبرز لاعبيه خيمينيز، يغيب عنه كذلك عامر مبارك وعلي العامري غيابه يتواصل نتيجة الإصابة. سلامات لهذا اللاعب لبترويبا، اللاعب الذي لا زال حتى الآن مع قائمة منتخب بركينا فاسو، واللاعب الذي كان قد تألق إن كان على مستوى الدوري الفرنسي أو الدوري كذلك الألماني، اللاعب الذي يب والله مش عارف هيقدر يكمل ولا لا. على كل هذا هو الآن إيفان يوبانوفيتش واضح موجود، خالد عبيد مدير الفريق الإداري، محمد إبراهيم الجوهرة مساعد المدرب، وكذلك احتياطي فريق نادي النصر هنا قام بالسلامة اللي هو البركينا فاسو بترويبا، ويظهر لي حيدخل بإذن الله، يظهر لي حيدخل. على كل ضربة حرة مباشرة الآن، اسمع الجمهور، وصلاوي وصلاوي هنا في نداء غير عادي، جمهور الوصل يتألق يتعملق في هذه المباراة، يستعيد تلك الأنشودة الجميلة، يستعيد تلك السيمفونية الرائعة. بالمناسبة جمهور الوصل هو الذي نعم غير كثير من ملامح التشجيع هنا في دولة الإمارات العربية، أضاف كثير للتشجيع ومحاولة الآن، وبالتالي تركنا التشجيع التقليدي لتشجيع جديد وآخر تبقى فيه المعايشة وكذلك الانسجام وكذلك التجاوب بين الجماهير وبين اللاعبين. هنا الإبعاد من جانب راشد علي خارج الملعب وضربة ركنية هي الثالثة بالمناسبة للنصر حتى الآن، ولا ركنية للوصل حتى الآن، ولكن هدفين للوصل على حساب النصر حتى دقيقة 30 من زمن شوط المباراة الأول. كرة تتلعب، هذا هو الآن حسن الزهراني خلصها الرأسية من هوجو، الكرة تروح خارج الملعب، رمي تماس بترويب على رمي تماس يترك لأحمد إبراهيم، رمي تماس الآن، رمي تماس تتلعب، كرة توصل لبترويبا يحاول يتقدم، محاصر تماما، لاحظ المحاصرة اللي يسوونها الوصلاوية على بترويبا، اثنين واحد ضاغط والثاني كذلك كفر، الكرة تتلعب توصل لمحمود ياخذ كرة من الجانب الشمال، كيمبو كوكو بالمناسبة لم يقدم شيء يذكر في شوط المباراة الأول في نصف ساعة من زمن شوط المباراة الأول حتى الآن، على طول طارق لأنه واضح أن أيضا محاصر تماما من جانب لاعبين اثنين، لذلك المحاصرة هذه مأثرة عليه وأفقدته كثير من خواصه وهي بالذات
يعني المهارة والسرعة، لأنه عادة ما يكون قطار غير عادي، قاطرة بشرية نصراوية. الكرة توصل لمبارك، يأخذ كرة يلعبها مباشرة على نصف ملعب لطارق، يحاول يتقدم الكرة معه مباشرة لمحمود. محمود حيلعبها لمين؟ يلعبها ورا، يردها لطارق. طارق يغير اللعب، حيلعب على الجانب اليمين، لا والله يرد مرة ثانية أمامية لخالد جلال. خالد جلال تمريرة جاءت كيمبينهو، معروف طبعا هناك في فرنسا لما كان مع فريق ماديرين بكيمبينهو، وكيمبينهو هو النيك نيم لهذا اللاعب، للاعب الذي دافع عن الوان الرين ثم بعد ذلك العين ثم الجيش القطري. هذا هو كيمبينهو، اللاعب الذي كان قد تألق مع منتخب فرنسا تحت 21 سنة، اللاعب الذي طلب بأنه يلعب لمنتخب الكونغو، اللاعب المولود والزائد هناك في زائر، وهو الذي يحمل الجنسية الفرنسية. الكرة تتلعب على طول، تعود للمدافع أماميه طويل الآن أحمد الشامسي، هذا هو اللي كان وراء الهدف الثاني على اعتبار أنه هو من عمل العرضية. الكرة طويلة، جاءت سالم عبد الله، هو الأول، نعم سالم عبد الله، والكرة تروح خارج الملعب، الرمي تماس، تطلع أحمد إبراهيم يأخذ كرة، يحاول يتقدم الكرة معه على طول، محاولة الآن على نص الملعب أمامي، ولكن الكرة تتخلص، تعود في صفارة وخطأ، وضربة حرة مباشرة، ضربة حرة مباشرة. إذن في إظهار بطاقة صفراء إنذار للاعب اللي معنا في الصورة وحيد إسماعيل، بطاقة صفراء إنذار. هنا دخول كان قوي تماما من جانب وحيد على قدم سالم صالح، وبالتالي بطاقة صفراء إنذار هي الأولى في المباراة، الأولى في المباراة. الحمد لله، يعني تخيل أول 33 دقيقة من زمن شوط المباراة الأول، إنذار واحد خطيرة جدا من الجول، ولكن أيضا الكرة تدخل، يا سلام عرض الملعب، يا سلام كرة ولا أروع، ولكن كذلك الكرة وحضور وغاب من سيقان مدافعي فريق نادي الوصل، محاولة مرور، يا سلام على كيمبو كوكو، يطلع بعرض الملعب، هذا هو بترويبا، كيمبو كوكو، ما اللي بترويبا، بترويبا يسدد، ولكن الكرة تصطاد، وحكم المباراة تحتسب ضربة جزاء، بنالتي ضرب الجزاء لصالح فريق نادي النصر، وهنا سنشاهد ماذا سنشاهد. يا لا والله، يظهر لي هناك في انذار، انذار حيكون، شوف انذار، بطاقة صفراء، انذار على كل طرد، طرد، لأن وحيد أصلا كان عنده كرت صفر أصفر قبل حوالي تقريبا يعني دقيقة من الآن، وكرت أصفر ثاني وأحمر مباشرة، وبالتالي طرد. هذا هو الآن وحيد الذي يترك الملعب مطرود. على كل حال لاحظ يعني الآن بالنسبة للوصل هناك أربع حالات طرد قبل هذه المباراة، هزاع وسالم عبد الله طرد في مباراة الإمارات، حسن زرافي في مباراة الشارقة، وعبد الله صالح في مباراة العين، الآن وحيد كذلك يترك الملعب مطرود، وبالتالي خمس حالات طرد، خمس حالات طرد بالنسبة لفريق نادي الوصل. وهنا هذا هو الآن، لاحظ هنا بترويبا اللي كان وراء التسديدة، وراء اللقطة الماضية، وراء المحاولة النصراوية، وقبل ذلك كان الخطأ، وبالتالي يعني بداية الخطأ ثم اللعبة تلعبت، وحصل ضربة الجزاء اللي شفناها، لأن خطأين وراء بعض مباشرة لوحيد، أخذ إنذار في اللقطة الأولى عندما عقل سالم صالح، بعد ذلك تسبب أيضا بضرب الجزاء عندما صدر الكرة في إيده. الآن كيمبو كوكو موجود، كيمبو كوكو بالمناسبة كان قد سجل كذلك ضرب الجزاء في مباراة الظفرة في الجولة الماضية عندما تعادل الفريقين. إذن الآن هو الآن يترقب على طول، كيمبو كوكو الكرة تتخلص، تعود، يا مش معقول، الكرة تروح، الكرة تضيع، حارس المرمى راشد علي يتدخل، يا سلام، حارس، الحارس حاضر، الحارس موجود، الراشد يرد على طول، ترد الكرة مرة ثانية أيضا يتابعها، ترد الكرة مرة ثانية كذلك ويشيلها، وبالتالي الراشد علي، الراشد كان، الراشد كان صاحي، كان حاضر لكيمبو كوكو، والكرة بالتالي تضيع، الكرة تضيع. على كل حال هذه ضربة الجزاء رقم 35، والضربة الضايعة التاسعة في الدوري حتى الآن، ثمان ضربات كانت قد ضاعت قبل الآن، والآن التاسعة تضيع كذلك، ولكن هناك 26 حالة نجاح. هنا لاحظ، هذا هي على طول، والكرة ترد من حارس المرمى، شوف قراها تماما، تابعها ولاحظها، وبالتالي بعد ذلك ابعدها، وبالتالي تعود النتيجة وتبقى كما هي.
2-0 لصالح الوصل على حساب النصر. إذا يبقى بطل شوط المباراة الأول راشد علي، الرجل اللحظة الأخيرة راشد علي، هذا هو سالم عبد الله الموجود واللي قاعد يتكلم الآن مع المدرب، يظهر لي مش حيقدر يكمل. على كل حال إذا هنا التغيير، حسن أمين حيكون موجود وحاضر مكان سالم عبد الله. حسن أمين هذا هو اللي معنا في الصورة، تغيير تكراري بالنسبة لفريق نادي الوصل بدخول حسن أمين مكان سالم عبد الله. الكرة تتلعب بترويب، الكرة معاه ينقلها ويلعبها، الكرة تعود الآن لخالد جلال، يحاول السيطرة على كرته ولكن طويلة عليه خارج الملعب، رمي تماس، والرمي تماس. يا سلام يا سلام على راشد علي، نعم راشد تألق تعملق، راشد هو اللي كان يترقب، راشد هو اللي منع الهدف، راشد من صد ضربة الجزاء، وبالتالي الجماهير نعم وقفت حابسة الأنفاس، لا أكسجين ولا غير أكسجين أبدا، لأن الكل كان يترقب اللقطة واللعبة نصراويا كان أو وصلاويا. على كل حال من يتعاطف من يعشق إن كان الأزرق أو الأصفر كان ينتظر تلك اللحظة وتلك اللقطة، وبالتالي فشل كيمبو في التسجيل ولكن نجح راشد علي في الصد والتعامل. هذا هو كالدرون مبسوط، مبسوط لأن فريقه حتى الآن متقدم بهدفين، مبسوط لأن فريقه واضح تماما أنه يقدم مردود طيب تماما، مبسوط لأن بإمكانه نعم أن يعيد الوصل وقطار الوصل إلى مسار الصحيح نحو الانتصارات. هذا هو نيمار مطالب أن يفعل دوره أكثر على مستوى خط الهجوم، فريق نادي النصر يترقب تقليص الفارق عن طريق هذا اللاعب وكذلك عن طريق سالم صالح. حتى الأمور لا زالت حتى الآن لا زالت غائبة، لا زالت مبهمة، لا زالت ضبابية، لا زالت رمادية، لكنها واضحة بيضاء وصفراء اللامعة، يا سلام ذهبية بالنسبة لفريق نادي الوصل لأنه هو المتقدم بهدف دون رد. على كل حال سلامات، شايف لاعب، شايف لاعب طايح اللي هو هذا، لاحظ أحمد الشامسي يظهر لي هو اللي تعور هني في اللقطة هذه، بالسلام إن شاء الله، بالسلام إن شاء الله. تخيل يعني أنك أنت حاطط وراسم استراتيجية معينة خطيرة قدام الجول ولكن حارس المرمى. إن على كل حال الوصل سيلعب منقوص بعشر لاعبين، نتيجة طر طبعا وحيد إسماعيل نتيجة ضربة الجزاء على اعتبار أنه أخذ إندارين، يعني إنذار أولاني وبعد ذلك بعد أقل من دقيقة أخذ الإنذار الأصفر والأحمر وترك الملعب مطرود، وحالة الطرد الخامس هذا الموسم بالنسبة لفريق نادي الوصل. الكرة تطلع توصل مباشرة، هزع الكرة معه يلعبها داخل البوكس خطيرة ولكن تتخلص من جانب المدافع من جانب مبارك سعيد، تعود قدام الجول ولكن أيضا الخطورة لازالت قائمة، ومحاولة فابيو دريبة والكرة تبعد بالأمام تروح خارج الملعب ورمي تماس. هذا محمود الأبعاد من أمام اللي معنا في الصورة فابيو دريبة صاحب هدف المباراة الثانية، الهدف الأول كان بإمضاء البرتغالي هوغو فيانا، وهنا واضح هزاع اللي على رمة التماس يلعب لفابيو، فابيو مضغوط عليه، فابيو مضغوط عليه، هنا محمود يضغط يخلص من أمامه، الكرة تروح خارج الملعب ورمي تماس، ورمي تماس. على كل حال قبل هذه المباراة حبيت الكرام كان بنياس قد انتصر على الفجيرة هناك بالشاف 3-2، أعتقد الآن الوصل سيجري كذلك تغيير، تغيير ثاني اضطراري لأن يعني والله صعب، والله صعب أن تبدأ المباراة في أول نص ساعة يعني تعمل لك أو أول 40 دقيقة تعمل لك تغييرين اضطراريات نتيجة الإصابة، صعبة تماما. يظل محمد جمال من سيشترك في الخمس دقائق الأخيرة من زمن شوط المباراة الأول، محاولة الآن محاولة مرور من جانب هزاع، الكرة معه مضغوط عليه يحاول يعدي من محمود، أي محمود خلصها، محمود قراها صح، بعد ذلك دخول من جانب علي سلمين، الكرة تصطد راح خارج الملعب ورمي تماس، خارج الملعب ورمي تماس. إذا محمد جمال، محمد جمال هو البديل الثاني، هو البديل الثاني محمد جمال مكان أحمد الشمسي،
وبالتالي تغيير اضطراري ثاني للسيد كالدرون مدرب فريق نادي الوصل بدخول محمد جمال مكان احمد الشامسي. قبل ذلك ايضا حسن امين ايضا عوض سالم عبد الله المصاب، وبالتالي تغييرين اضطراريات. خلي بالك في الوقت نفسه ايضا هناك حد طرد بالنسبه للوصل، وحيد اسماعيل ترك الملعب مطرود. اعتقد الامور صعبه، لكن على الوصل الان ان هو يحاول ان يتماسك على الاقل في شوط المباراه الاول في الاربع دقائق او الثلاث دقائق المتبقيه من زمن هذا الشوط، وبعد ذلك لكل حادث حديث. الكره تتلعب، محاوله مرور محمود، الكره معاه، اخذ كرته، حيمر لوين؟ حيلعب وين؟ حيوديها وين؟ الكره لا زالت معاه يلعبها لخالد جلال، تتلعب هناك جهه عصام ضحي، تمريره اماميه سالم الطارق، يحاول يتقدم هناك جهه بترويبا، ولكن الكره وين؟ يحاول يحصلها بترويبا، وحارس المرمى داخل ماسك على طول، وهناك في صفاره وفي خطا ضد بترويبا ولصالح راشد علي حارس مرمى فريق نادي الوصل. سلامات على كل حال، سلامات. هذا هو الان هنا الدخول طبعا. على كل حال سلامات، الف لباس على راشد علي. يحسب له ان هو منع كيمبو كوكو من تسجيل هدف من ضربه جزاء، وبالتالي هذه الحقيقه ضربه الجزاء التاسعه التي تضيع هذا الموسم مقابل 26 حاله تم تسجيلها، لان هناك 35 ضربه جزاء احتسبت حتى هذه اللحظه. على كل حال يعني حتى على مستوى حالات الطرد، يعني الان حاله الطرد هذه بالنسبه لوحيد اسماعيل هي حاله الطرد رقم 37 هذا الموسم، وهناك 26 حاله طرد بانذارين، وهناك 11 حاله طرد مباشر. محاوله الان، كرة تروح خارج الملعب ورمي التماس، وهذا هو هوغو فيانا من افتتح التسجيل في هذه المباراة. هوغو فيانا من أسعد الجماهير، الجماهير الوصلاوية التي نعم كانت بانتظار هذا الهدف، بانتظار هذا التقدم. كيمبو كوكو الكرة معاه، يلعب على نص الملعب الآن لخالد جلال، حاول يتقدم من العمق، خالد جلال يرسل على الجانب اليمين أحمد إبراهيم، أحمد محاولة مرور بترويبا، ينتظر يترقب، يأخذ كرته يتقدم، يلعبها لطارق من نص الملعب، تمرير على الجانب الشمال، انتقال وانتشار عرضي لمحمود، يحاول يمر مباشرة لكيمبو كوكو، الاثنين يحاولون يفعلون الجبهة الشمال، على طول توصل الكرة لمحمود، إطلاع عالية جهة نيلمار وسالم صالح، ولكن المدافع الوصلاوي كان هو الأقرب، وبالتالي تتخلص الكرة، تعود الآن توصل لهوكو، لكن حسن زهران موجود وحاضر مباشرة لحسن أمين اللاعب اللي يلعب على طرف الشمال كظهير شمال مكان سالم عبد الله اللي ترك الملعب مصاب. وهنا نشاهد ونتابع احمد ابراهيم. على كل حال رمي تماس، الان احنا في الوقت بدل الضايع، خلاص دخلنا تقريبا يعني باقي حوالي نتكلم عن نص دقيقه من الان، ويغلق وقت زمن شوط المباراه الاول 44 ونص زياده عن النص، خلاص حتى الان والوصل يتقدم بهدفين، اثنين دون رد، الاول لهوغو والثاني لفابيو. الكره تتلعب، الاول للعب نص الملعب والثاني للعب مهاجم، الاول للبرتغالي وبعد ذلك ياتي كذلك البرازيلي، وبالتالي تبقى كره القدم ان كانت من لاتينيه او كذلك كانت اوروبيه هي التي تتحدث. الكره تروح خارج الملعب ورمي تماس، طارق هذا هو اللي معانا، هنا كذلك فابيو ديليما، و دقيقتين وقت بدل ضايع لزمن شوط المباراة الأول، وهذا هو الآن هزاع، يلعب رمية التماس، تتلعب توصل لفابيو، يحضر على كرته، مضغوط لهزاع مباشرة الآن على طول جهة هوغو، هوغو يحاول يلعبها بعرض الملعب، تتلعب توصل لحسن أمين، حسن أمين تسديدة من حسن أمين، ولكن الكرة في حارس المرمى في أحمد شنبيه، حارس مرمى فريق نادي النصر، وهذا هو اللي معنا في الصورة، حارس مرمى كذلك منتخب الإمارات الأولمبي، بالمناسبة كان هو موجود، وكان كذلك أيضا حسين عباس هو الآخر موجود مع منتخب الإمارات الأولمبي من جانب نادي النصر، وهناك على الجانب الاخر بالنسبه للوصل موجود ايضا عبد الله كاظم الموجود والحاضر على دكه البدلاء، ومنتخب الامارات الاولمبي كان قد ترك البطوله على كل حال من الدور الثاني اي من الدور ربع النهائي على يد المنتخب العراقي. الكره تتلعب الان توصل لهوغو، يلعبها محاوله مرور، الكره لا زالت خطيره حتى الان، تتخلص ترجع مره ثانيه حصلها
فابيو يلعب لهوغو، تمريره حسن امين واصلاويه خطيره من الجانب الشمال على طول تطلع. يا سلام محاوله من فابيو، يا ولد العب بكعبه جهه حسن، حسن امين يطلع بعرض الملعب تتلعب ولكن ما توصل لكايو، موجود طارق الكره تروح خارج الملعب وضربه مرمى لصالح فريق نادي النصر. هذا هو فابيو، قبل ذلك كان كايو، واماميه وطويله، اماميه وطويله، حسن يلعبها، هذا هو الان بتروبا ياخذها، يحاول الكره تتلعب لطارق على الجانب الشمال لمحمود، تمرير اماميه كيمبو كوكو ولكن الكره تتخلص من امامه، وهذا هو الزاع الموجود الحاضر هو من ابعدها، ولكن صافره حكم المباراه عادل النقبي هي من تحسم شوط المباراه الاول بتقدم فريق نادي الوصل على حساب النصر بهدفين، الاول كان بامضاء البرتغالي هوغو فيانا اللي معنا في الصوره في الدقيقه العاشره، وفي الدقيقه 24 تكون الكلمه الطولة لفابيو دي ليما الذي سجل هدف ثاني رائع كذلك بكره عرضيه كانت من احمد دي ليما الذي تمكن من تسجيل هدف ثاني لصالح اصحاب القمصان الصفراء، وبالتالي المباراة شهدت كذلك في شوط المباراة الأول طرد وحيد إسماعيل بعدما حصل على إنذارين، والآن بالمناسبة سيلعب الوصل المباراة أو الشوط الثاني من المباراة أكيد منقوص بلاعب واحد، وبالتالي حنشوف كيفية التعامل. الآن واضح تماما ياسر سالم سيلعب قلب دفاع بجانب حسن زهران، فيما سيكون حاضر وموجود هزاع كظهير يمين هنا على الجانب الشمال حسن أمين، وبالتالي في الارتكاز علي سالمين وهوغو، هناك ايضا موجود محمد جمال فابيو دليما وكايو، واضح تماما الان الطرد هذا اتى على حساب نص الملعب وحتى قد ياتي على حساب الشق الهجومي، لانه طبيعي حينزل فابيو حيبدا يشتغل من نص الملعب على اساس انه هو يعزز نص الملعب ويبدا يتقدم ويزيد مع كايو اثناء الهجمه. على كل حنشوف الان مدى استفاده النصر من هذا النقص العددي عند فريق نادي الوصل، هل بامكانه ان يقلص الفارق ويعود للمباراة أم يستمر النصر أو يستمر الوصل بتقدمه، وبالتالي يبقى الحاضر الأكبر هنا في هذه الأمسية. محاولة على طول الكرة تتلعب على الجانب اليمين بترويبا، ولكن الكرة طويلة عليه تروح خارج الملعب ورمي تماس. على كل حال يعني النصر قادم التعادل مع الظفرة في استاد المكتوم 1-1، وهو التعادل الخامس لهذا الموسم والثالث على ملعبه. آخر فوز للنصر يعود إلى الجولة قبل الماضية على حساب الإمارات في رأس الخيمة 3-2. عموما النصر في آخر ثلاث مباريات فوز وتعادلين، فوز وتعادلين. محاولة الآن الكرة تعود توصل لعصام يردها مباشرة لمبارك على طول الآن جهة مين؟ جهة خالد جلال على طول لطارق، طارق يحاول يتقدم تتخلص من أمامه، محاولة يا سلام فابيو دريما يتقدم الكرة معاه، فابيو دريما ينتظر كايو، محاولة خطيرة جانب الوسط كايو، كايو على طول ياخذ كرة داخل منطقة 18 يحاول عدي كايو يطلع بعرض الملعب، الكرة تصطد في عصام تروح خارج الملعب، والضربة الركنية هي الأولى للوصل في المباراة. واضح تماما هذا هو عصام، بعد ذلك كان التوغل والتقدم الإصرار من جانب كايو، البداية كانت من جانب فابيو، إذا اللغة البرازيلية وتحديدا هنا اللغة البرازيلية كانت حاضرة بقوة هنا في اللقطة الماضية في المحاولة الماضية في هذه المباراة. على كل حال ضربة ركنية، ضربة ركنية لصالح فريق نادي الوصل، وهذا هو هوغو على التنفيذ، الكرة تتلعب تعود توصل لهزاع يسدد ولكن الكرة تروح خارج الملعب وضربة مرمى وهزاع سالم اللي معرف الصورة. هذه المباراة الوصل والنصر هي بكل اللغات حاضرة وموجودة، نعم باللغة الفرنسية عن طريق كيمبو كوكو، باللغة البرتغالية عن طريق هوكو وكل البرازيليين، باللغة كذلك البركينافاسية عن طريق بتروبيا، بكل اللغات وبالعربية أكيد عن طريق اللاعبين الإماراتيين دوليين ومحليين، أسماء حاضرة زرقاء وصفراء. هنا المباراة حتى الآن تذهب لصالح أصحاب القمصان الصفراء، للإمبراطور، لفريق نادي الوصل، للذهب كما يسمى دائما
أجمل وأبدا أمام العميد، الفريق الذي سيبقى كذلك عنيد. الكرة تتلعب لخالد جلال، على طول يلعب الكرة تصطد في هوجو، محاولة ولكن بترويبا يعود يستلم يحاول يمر، ولكن الكرة تصطد في كايو لم عرف الصورة وخارج الملعب، خارج الملعب ورمي التماس. على كل حال يبقى أكبر فوز للوصل على النصر، كان 6-1 في مباراة كان حاضرها الأكبر المدرب النمساوي هيكسبرغر، ذلك المدرب الذي تولى مسؤولية فريق نادي الوصل، وأيضا كان حاضرا مع فريق نادي الوحدة. والكرة بعرض الملعب خطيرة، فيما بعد ذلك أيضا عاد النصر وانتصر بنفس النتيجة ب6-1 مع إيفان يوفريفيتش المدرب الصربي الحاضر الآن هنا مع فريق نادي النصر في هذه الأمسية في هذا اليوم. في زعبيل ومحاولة مرور، يحاول يعدي ويمر، ولكن في صفارة وفي خطأ وضربة حرة مباشرة، ضربة حرة مباشرة لصالح فريق نادي الوصل. شوف المحاولة كانت من النجم الكبير فابيو، والدخول كان أيضا من جانب المدافع مبارك سعيد، وبالتالي هذا هو مبارك الآن يظهر ليتلقى بطاقة صفراء. وهنا طبعا كالديرون اللي معنا في الصورة، المدرب المنتشي تماما حتى الآن، حتى اللحظة، حتى التو، حتى أول 4 دقائق من زمن شوط المباراة الثاني، على اعتبار أن فريقه يتقدم، فريقه حتى الآن يتقدم. محاولة الآن، محاولة مرور، فابيو الكرة معه ينتظر، حيلعب بكعبة، نعم تتلعب توصل هوجو، خطيرة هذه بعرض الملعب، حسن أمين يسدد، ولكن الكرة تروح خارج الملعب، وضربة مرمى عن طريق اللي معنا في الصورة حسن أمين الذي بدأ وحدويا. محاولة مرور، هذا شوف فابيو أخذ كرته، شوف التحضين، شوف الكعب الجميل، بعد ذلك أيضا البرتغالي هوجو فيانا، ثم حسن أمين والكرة تروح. على كل حال بإذن الله باكر إن شاء الله هناك 3 لقاءات، تبرف جيرة مع الشباب، الشارجة مع العين، الوحدة مع الجزيرة، وبعد ذلك يوم السبت 2 لقاءات، الظفرة يستضيف الأهلي والإمارات يستضيف الشعب. على كل الكرة تتلعب، ترجع مرة ثانية الآن، هجمة مرتدة ولكن حضور للنصر، الكرة جاءت طارق بترويبا، طارق الكرة معاه، راح على زاوية صعبة، ترجع الكرة مرة ثانية هناك لكيبو كوكو، يتقدم كوكو، طلع بعرض الملعب، الكرة تعود. بالمناسبة كيبو كوكو الذي كان قد سجل الموسم الماضي 11 هدف بخميس العين، لم يسجل إطلاقا في مرمى فريق نادي الوصل. محاولة مرور، كيبو كوكو يحاول يعدي، الكرة معاه، مضغوط عليه، لم يحاول يعدي، يلعبها، توصل تسديدة، ولكن الكرة تعود. إذا كيبو كوكو بقميص العين لم يسجل في مرمى الوصل، ولكن بقميص النصر سجل في مرمى الوصل في الدور الأولاني عندما انتصر فريق نادي النصر على حساب الوصل بنفس هذه النتيجة بهدفين دون رد في مباراة شهدت نعم إقبال جماهيري كان كبير وعريض إن كان نصراويا أو وصلاويا. محاولة الآن، هذا هو نيلمار، الكرة توصل لطارق من نص الملعب، يلعب على طول الآن، جاءت بترويبا، يأخذ كرة، يحاول يتقدم من الطرف، لو عدى قوية حتكون، لو مر سريع حتكون، ولكن لعبها لطارق، الكرة تروح، جاءت كيمبي وكوكو من نص الملعب على أقصى الشمال، على طول يلعبها بعرض الملعب محمود، ولكن في حارس المرمى، ولكن في حارس المرمى محمود بتمرير عرضية، نعم كانت هي المطلوبة، ولكن وين حارس المرمى راشد كان الحاضر الأكبر، حارس المرمى راشد كان الموجود، نجم شوط المباراة الأول كالديرون، إن كنت نعم ستسعد فبوجود راشد علي، إن كنت أكيد ستغنم فبوجود كايو وفابيو، إن كنت نعم ستكون أكيد مرتاح بوجود هوجو والأسماء الأخرى التي تتألق في هذا اللقاء، التي تتجاوب في هذه الأمسية. على طول هجمة مرتدة الآن، فابيو يتقدم، يا سلام على فابيو، مش معقول، مهارة رائعة، كرة تتلعب، محمد جمال يلعبها، ولكن وين الكرة تعود نصراوية، توصل بترويبا، ياخذ كرة، تحاول المرمى، مضغوط عليه، تتخلص من امامه، محمد جماعة، علي سالمين عفوا، يلعبها لحسن، ولكن بترويبا، بعد ذلك حسن، الكرة تروح خارج الملعب ورمي تماس، خارج الملعب ورمي تماس. إيفان يوفانوفيتش المدرب الصربي النصراوي، المدرب الذي يتطلع إلى الانتصار، المدرب الذي يتطلع إلى العودة إلى المباراة،
المدرب الذي نعم يحارب على أكثر من جبهة، المدرب الذي أكيد سيحارب على الجبهة المحلية والجبهة كذلك الآسيوية والكرة بعرض الملعب. فالنصر سيكون حاضرا بإذن الله هناك على مستوى دوري أبطال آسيا عندما يقابل فريق نادي لوكوموتيف طشقند النصر الأوزبكي يوم 23 فبراير هناك في طشقند. محاولة خطيرة وفي الوقت كذلك وافقوا على مستوى نفس البطولة أحبتي الكرام، ولكن على مستوى مجموعة أخرى سيكون العين حاضرا أمام نساف كارشي، ولكن يوم 2 مارس بإذن الله. فالنصر سيكون في مجموعة تضم على وعلى لوكوموتيف طشقند سهبان الإيراني وكذلك لاعب أو فريق من الملحق الآسيوي. وعلى كل بالنسبة للملحق الآسيوي وما أدراك ما الملحق، فهناك فريقين من الإمارات حاضرين وموجودين، الجزيرة سيكون حاضرا أمام السد والشباب سيكون حاضرا أمام بندتكور، كل ذلك يوم الثلاثاء 9 فبراير إن شاء الله. هو محاولة الآن الشباب سيلعب خارج الحدود والجزيرة سيكون حاضرا في استاد محمد بن زايد هناك في العاصمة الحبيبة أبوظبي. إذا أحب أكرر وأعيد أن النصر في مجموعة لوكوموتيف طشقند هي المجموعة الأولى، وسبهان الإيراني وفريق سيأتي من الملحق، العين في المجموعة الرابعة مع كل من الأهلي السعودي نساف كارشي الأوزبكي وفريق من الملحق. وخطيرة الكرة تلعب جول، جول يا ساتر عن طريق نيمار، نيمار البرازيلي يتكلم يتحدث يسجل، شوف 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 محمود بعرض الملعب، الكرة تعود الآن عادت توصل على قدم نيمار، هذا هو اللاعب الذي غاب عن التسجيل في آخر ثلاث مباريات، هنا يتواجد في الديربي يسجل يقلص الفارق وبالتالي 2-1 وبالتالي 2-1. أعتقد أمام مشروع مباراة حتكون جميلة وجميلة جدا. إذا نيمار يسجل الآن 2-1 للوصل على حساب النصر هنا في زعبيل في معقل الوصلاوية. الكرة الآن تتلعب، إقبال جماهيري كبير، حضور مميز، تجاوب مع اللاعبين، تناغم بين الجماهير، الكرة توصل على الجانب اليمين، أحمد إبراهيم الكرة معاه، يطلع بعرض الملعب ولكن هذا هو الآن حسن زهران، الوصل يلعب منقوص لاعب، الوصل هل يتأثر أو لا يتأثر؟ كل ذلك موجود في ما تبقى من وقت، وإن كان المتبقي لسه طويل، أمامنا مشوار طويل، إحنا في دقيقة 56 وما أدراك، الضربات الركنية 6 ضربات ركنية، 5 للنصر 1 للوصل، وهذا هو محمود، هذا محمود هل يعود بالنصر يعود؟ حنشوف الكرة تتلعب، راسية وحارس المرمى، راسية وراشد يتدخل، راسية المدافع مبارك سعيد، لكن راشد علي ما خلى مبارك يكون سعيد، تدخل بعد طلعها خارج الملعب ضربة ركنية، شوف هنا راشد يتدخل، هنا سعيد يحاول، هناك الركنية تكون حاضرة وموجودة، ندمان 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 لأن نعم كانت هي فرصة التعادل، كانت هي فرصة العودة إلى المباراة والعودة بفريق إلى ملعب المباراة. وضربة ركنية تتلعب، رأسية تتخلص، تعود توصل لطارق، طارق ياخذ كرته الآن يلعبها لأحمد إبراهيم، أحمد حيمر لبين تتلعب مباشرة الآن لخالد، ولكن الكرة تروح خارج الملعب ورمي تماس، ورمي تماس أحمد إبراهيم على رمي التماس، أحمد إبراهيم على رمي التماس، تتلعب على طول لسالم صالح، أحمد إبراهيم، سالم صالح يردها وراء خالد جلال، الاثنين كانوا نعم زملاء هناك مع فريق نادي الوحدة، الآن هنا موجودين وحاضرين كذلك ولكن بقميص فريق آخر، بلون آخر، في ملعب آخر، ويتطلعون كذلك إلى لقب آخر هم مع النصر. محاولة الآن، كانوا مع أصحاب السعادة والآن مع العميد كيمبو كوكو كذلك
الذي كان مع الزعيم والآن مع العميد، وبالتالي تلك الأيام نداولها بين الناس. إذن يوم لك ويوم عليك، هكذا الاحتراف. إذن اليوم هني وباشر هناك، اليوم بهذا اللون وباشر بلون آخر، وبالتالي تبقى مسألة الانتماءات أكيد للفانيلة دائما التي يرتديها اللاعب أثناء الاحتراف. رمي تماس الآن، رمي تماس لصالح فريق نادي النصر، 2-1 للوصل على حساب النصر هنا. وإحنا الآن يعني في الدقيقة 58، إحنا على بعد يدوب على بعد أقل من دقيقة ونص عن الدقيقة 60، وبعد ذلك نتحدث عن نصف ساعة من زمن شوط المباراة الثاني. كان الكرة معه، يحاول عدي، طارت عليه صفارة وخطأ وضربة حرة مباشرة لصالح فريق نادي الوصل. في شايف لاعب طايح، يظهر لي نيلمار هو اللي طايح، هو من خلص الفارق في هذه المباراة. نيلمار، نيلمار اللاعب الحاضر غاب نعم عن التسجيل في المباراة الأولى عندما فاز النصر عن الوصل 2-0 في مباراة الذهاب، حضر في مباراة الإياب، غاب كذلك عن التسجيل في آخر ثلاث مباريات على مستوى الدوري، ولكنه حضر في التسجيل في هذه المباراة. هو الذي كان قد سجل هاتريك، كان قد سجل هاتريك أحبتي الكرام، الهاتريك في مرمى الشعب عندما انتصر فريقه بخمسة أهداف مقابل هدف. كرة توصل في حارس المرمى أحمد شامبي، كيمو كوكو الكرة معه، يلعب على الجانب اليمين، تتلعب توصل أحمد إبراهيم، يردها ورا مباشرة الآن لطارق من نص الملعب، يحاول يتقدم طارق، كرة مع طارق، يحاول يمر يوديها على الجانب الشمال الآن. على كل حال كما ذكرت النصر والوصل الاستحقاق، الاستحقاق ستبقى قادمة، ستبقى حاضرة. الوصل على مستوى كأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة سيكون حاضر أمام الوحدة يوم 26 فبراير هناك في استاد خليفة بن زايد في العين. في المقابل فريق نادي النصر سيكون حاضرا أمام الشارجة في يوم 27 فبراير، ولكن هناك على استاد راشد بن نادي الأهلي. محاولة الآن كيمبو، خذوا هات بينهم من طارق، كيمبو عطى، يحاول يمر، حكم المباراة شايف الآن، حنشوف ماذا سيحتسب، شلون حيشاور، بأي بطاقة سيكون حاضرا حكم المباراة. اكتفى فقط بضربة حرة مباشرة نتيجة هذا التدخل هنا، الاصطدام، الاصطدام، وبالتالي ضربة حرة مباشرة. على كل حال تغيير، تغيير الآن 22 مكان 3، سالم صالح حيكون حيترك الملعب ل 22 أحمد خميس، اللاعب القادم من نادي بنياس، اللاعب الذي بدأ مع الفجيرة قبل أن يكون نجما مع فريق نادي العين لأربع مواسم، حمل معهم كأس الاتصالات وكأس رئيس الدولة، بعد ذلك أيضا كان موجود مع الأهلي موسمين، ثم مع الشارجة ثلاث مواسم، ثم ست شهور فقط أي مع بداية هذا الموسم كان مع بنياس قبل أن يكون حاضرا الآن مع النصر هنا في الانتقالات الشتوية، في الترانسفير الشتوي، في الميركاتو الشتوية. هذا هو الآن إيفان يوفانوفيتش المدرب الذي يتطلع إلى العودة إلى المباراة على الأقل، على الأقل. ولكن هل يسمح كالديرون ورفاق كالديرون، أبناء كالديرون، اللاعبي وجنود كالديرون هنا في هذه المباراة أن يتركوا المباراة أو أيضا أن يتعادلوا أم يخسروا؟ هذا الكلام الآن متروك هنا، ترجمت في ملعب هذه المباراة. بترويب الكرة معه، تمرير أمامي، ولكن الكرة أقرب لحارس المرمى راشد علي المتق الحاضر الموجود اللي اليوم ستبقى مباراة إذا ما استمرت الأمور بهذه الصورة. كرة تعود الآن لأحمد إبراهيم، الكرة معه، يحاول يتقدم على طول، يرسلها خطيرة، هذه تطلع في الجول، جول، جول، يا سلام، مش معقول، مش معقول، مش معقول، مش معقول، الله. الكرة الجميلة أحمد خميس، أحمد خميس أول كرة لمسها، أول كرة لمسها في أول تغيير، في أول حضور، في تقديم ورقة الاعتماد، في تقديم ورقة القبول. الله، وأي قبول، وأي وصول، وأي هدف،
وأي حضور وأي مصافحة للجماهير. أحمد خميس في أول كلمة يسجل هدف التعادل. أحمد خميس في الدقيقة 63 من زمن هذا اللقاء، وبالتالي 2-2. الكرة تعود الآن. إذن الشوط الأولاني كان وصلاويا بامتياز على مستوى الأداء والنتيجة. في الشوط الثاني نصراويا بامتياز على مستوى الأداء والنتيجة. والمباراة تعود الآن 2-2. محاولة الكرة لا تتخلص، تعود مرة ثانية. على كل حال، من أصل 80 لقاء قبل هذه المباراة هناك 27 حالة تعادل، منها 10 حالات تعادل سلبية. لا والله، 1-1 مش سلبية، 1-1 10 حالات تعادل 1-1، ولكن هذا التعادل 2-2. هذا التعادل 2-2. الكرة تروح الآن على الجانب اليمين، هزاع الكرة معه، يحاول يتقدم. واضح تماما أن نعم يعني الطرد أثر، وكذلك الإصابات أثرت على فريق نادي الوصل، وبالتالي الوصل أصبح يلعب منقوص. محاولة تتلعب داخل منطقة 18 خطيرة، ولكن الكرة تتخلص، تعود توصل لحسن أمين يلعبها الآن. خطيرة هذه، محاولة ولكن أيضا يخلصها فريق نادي النصر، توصل لخالد جلال يلعبها أمامي جهة بترويبة، يتقدم بترويبة، الكرة تتخلص من أمامه. لاحظ الهجمات المرتدة السريعة، حتكون حاضرة وموجودة، نصراوية ووصلاوية. المساحات أيضا ستلعب دور، الانطلاقات ستكون حاضرة، السرعات ستحسم الأمور، وبالتالي المساحات هي عشق اللاعبين السريعين، إن كان بترويبا أو كيمبو كوكا على طرف أو فابيو وكايو على طرف، وبالتالي مين حيدوس للثاني على طرف. الكرة تتلعب الآن، توصل على نص الملعب، طارق أحمد يلعبها لخالد جلال. 2-2، 65 دقيقة لعب من زمن هذا اللقاء. 2-2. يا سلام يا سلام، يا عين يا عين يا عين، إن كان على الوصل ولا على النصر. الكرة الآن تتلعب أماميه، كيمبو كوكو يلعبها لطارق أحمد على الجانب الشمال. الآن على طول محمود، الكرة معه، يحاول يتقدم ويتوغل، يحاول يعدي، هيلعبها، يمرر جهة نيلمار، ولكن يرجع مرة ثانية. الآن نيلمار يحاول يعدي، نيلمار كرة ما حاول يمر، ولكن تتخلص الكرة الآن، تعود لهزاع ويبعده ويطلعها خارج الملعب. ورمي تماس، ورمي تماس. على كل حال، إذا ما استمرت الأمور بهذه الصورة فحيكون هذا التعادل، حيكون هذا التعادل هو التعادل الرابع للوصل، وكل التعادلات الوصلاوية كانت هنا على هذا الملعب، على ملعبه، عند ثلاث تعادلات قبل هذا التعادل، والآن هو متعادل. حتى الآن، حتى التو، بالنسبة للنصر حيكون التعادل السادس، وحيكون التعادل أكيد الثالث خارج ملعبه، على اعتبار أنه عنده قبل هذا التعادل تعادلين، ولكن الأمور لا زالت، والكلام لا زال، والعلام لا زال، والأمور فيها أمور، والمباراة أبدا ما لا زالت فيها أسرار، ولا زالت أيضا للكبار دور، وبالتالي سنشاهد من سيكون حاضر، من سيكون موجود، من سيحسم الأمور، من سيسجل في الأوقات القادمة، من سيقول الكلمة الأولى والأخيرة، نصراويا كان أو وصلاويا. إذن لم تبوح بأسرارها إطلاقا المباراة، لسه فيها هدف. كرة تتلعب، توصل لطارق، تمرير أمامية خطيرة، أحمد خميس الجانب الشمال يحاول يسدد، ولكن الكرة تروح، تروح خارج الملعب، وضربة ركنية، دخول غير عادي، موفق تماما، تغيير أجراء السيد إيفان يوفانوفيتش، استغلال للنقص العددي، الضغط من الأطراف ومن العمق، وبالتالي واضح تماما أيضا رجوع فريق نادي الوصل، وخاصة نص ملعبه اللي أصبح يدافع بدون تنظيم ونظام. رشيو حارس المرمى يبعدها، محاولة كانت يظهر من جانب عصام اللي معانا في الصورة، اللي كان يبغي تغيير خط سير المباراة، خارطة المباراة، وضربة ركنية الآن، ضربة ركنية الآن على طول محمود بترويبا، يمر ولا لا، يتقدم ولا لا، يسدد، يا ساتر،
الكرة تروح خارج الملعب. وضربة ركنية. هنا النصراويين ينتظرون يراقبون ويلاحظون ويشجعون، لعل وعسى أن نيمار يفعل شيء، لعل وعسى أن محمود يعمل واحدة خطرة. 9 ضربات ركنية، النصر 8، الوصل 1. وحنشوف كرة تتلعب. الكورنر هذا دائما يكون خطير، يكون خطير، ولكن الكرة تتلعب الآن. كرة تعود الآن تتخلص، يرجع مرة ثانية حصل محمود، يلعب على الجانب اليمين، تتلعب توصل لبترويبا، يحاول يمر بترويبا، خطير، عدى بترويبا من الأولاني، يحاول عدى من الثاني، على طول تتشاب كيمبو كوكو، ولكن بتحارس المرمى، ولكن بتحارس المرمى. طويلة أمامية من راشد علي. محمود الكرة معاه. احنا تقريبا يعني على بعد حوالي اقل 20 دقيقة من عن نهاية زمن شوط المباراة الثاني، والتعادل 2-2. شوط المباراة الأول كان وصلاويين، الشوط الثاني كان نصراويين. الشوط الأول انتهى لصالح الوصل بهدفين دون رد، ثم بعد ذلك في الشوط الثاني ينتفض النصر ويعود للمباراة ويسجل هدفين. هنا طارق اللي معنا في الصورة، وبالتالي التعادل 2-2. محاولة مرور صفارة وخطأ، ضربة حرة مباشرة على خالد جلال ولصالح كايو كانيدو. وهذا هو خالد جلال الذي كما ذكرت بدأ وحدويا قبل أن يصبح نصراويا. ضربة حرة مباشرة، هذا هو اللاعب الذي نعم انتقل مع بداية هذا الموسم بالمناسبة. ضربة حرة مباشرة، هوجو على التنفيذ، هوجو على التنفيذ. هذا هو فابيو اللي ينتظر الكرة تتلعب. فابيو تتخلص من أمامه، تعود مرة ثانية لأحمد خميس من الجانب الشمال، يرسلها أمامي وطويلة، ولكن وين؟ خارج الملعب، رمي تماس، خارج الملعب، رمي تماس. هذا هو الآن كالديرون، المدرب الذي كان يتمنى أن تنتهي المباراة لصالحه. المدرب بالمناسبة يعني قد يكون معذور في هذه المباراة. نعم يعني تخيل يطرد منك لاعب، إصابتين وتغييرين اضطراريات، أعتقد يعني الأمور صعبة. كرة توصل حسن أمين، حاول يتقدم، هجمة مرتدة الآن، حسن أمين تغاغل، حسن أمين يرسلها على طول، خطيرة، فابيو سدد، الكرة ترجع مرة ثانية تتخلص، تعود للمدافع، يأخذ كرة يحاول يضغط عليه، ولكن الكرة الآن تروح خارج الملعب، رمي تماس، ورمي تماس. هذا هو الآن مبارك سعيد اللي معنا في الصورة، ورمي تماس، تلعب هوجو، حسن أمين حاول عدي كرة معاه، يرسلها أمامين طويل على كايو، أقرب لأحمد إبراهيم على طول. الآن الكرة تتلعب، توصل لخالد جلال، يرسلها أمامين، تغطية من جانب الكابتن ياسر سالم اللي أخذ الإشارة بعد أيضا طرد وحيد إسماعيل. كرة تتلعب، توصل لكايو، يلعب لحسن أمين، حسن أمين حيعلي ولا لا؟ لاحظ يعني كم فانيل زرقاء موجودة، كم فانيل زرقاء موجودة مقابل كم فانيل صفرة موجودة وحاضرة، 3 فوانيل صفر، ولكن هناك أكثر من 7 فوانيل حاضرة زرقاء، وبالتالي الكثرة تغلب الشجاعة، وبالتالي تنظيم دفاعي رائع للنصر في شوط المباراة الثاني. ومحاولة الآن تتلعب، كيبو كوكو يلعب لبترويبا، ولكن طويلة الكرة تروح. لاحظ لاحظ، إيفان يوفانوفيتش زعلان غضبان على كيبو كوكو، الكرة تتلعب، وين مين حيسيطر عليها؟ فابيو ديليما سيطر عليها، رايحين الاثنين، واحد يغطي واحد، على طول لا تتلعب، توصل لصالح فريق نادي الوصل. هوجو يلعبها جهة كايو، خطيرة هذه، كايو كايو سدد، كايو تتلعب، توصل لفابيو، فابيو في مكان خطر ولكن بعيدة من أمامه محمود خميس، والكرة على طول تتخلص، ترجع لأحمد خميس اللي راجع ورا الآن يغطي، هو من سجل هدف التعادل. محاولة الآن، الكرة تصل على طول محمد جمال، ياخذ كرته، يلعبها، محاولة مرور من جانب هزاع، تتخلص الكرة، تغطية من جانب ياسر، الكرة تصل على نص الملعب علي سالمين، هوجو يردها ورا الآن لحسن زهران، الكرة وصلاوية لازالت، الكرة تتمرر أماميه، اللي جهة كايو تتخلص، هوجو يلعبها لفابيو، ولكن أيضا تبعد من أمام فابيو، نصراوية تعود لنيمار، يتقدم الآن، يحاول يمر
تتخلص من أمام حكم المباراة تقول ما فيها شيء. الكرة تعود الآن توصل لهوغو، توصل لهوغو يرسلها جد كايو، تعود مرة ثانية لبترويبا على خط التماس ولكن ما عدت، على خط التماس ولكن ما مرت. الكرة تتلعب توصل لأحمد إبراهيم يتقدم الآن، هجمة نصراوية ولكن دفاع وصراوي من جانب ياسر، الضغط من جانب نيمار يخلص كرة الآن، يحاول يتقدم تتخلص الكرة تعود حسن أمين يردها ولكن محاولة كذلك والراية ودفعة وضربة حرة مباشرة لصالح فريق نادي النصر على حساب ياسر ولمصلحة نيمار، ولمصلحة نيمار. هذا الخطأ، هذا الخطأ، هذا شوف لا الكرة الأولانية على فكرة، هذه الكرة الأولانية كان يطالب بفاول، الآن هذه الكرة الثانية، الآن هذه الكرة الثانية، هذه الكرة الثانية. على كل حال ضربة حرة مباشرة، ضربة حرة مباشرة. طبعا من الصعب جدا الآن الوصل كالدرون أن يجري تغيير إطلاقا لأنه ما عنده غير تغيير واحد، لذلك يخشى أي إصابة، وبالتالي لو حصلت أي إصابة طبيعي ما راح يقدر يغير لأنه حيكون استمر تغييراته، لذلك أبقى لاعب معاه على دكة البدلاء، أبقى لاعب معاه موجود وحاضر على الدكة. ليش؟ لأنه يخشى لعل وعسى، لذلك مبقي واحد. مين عاد الله أعلم، هل يغير في آخر خمس دقائق ولا لا؟ يجازف، وعني يجازف وارد. على كل خطأ ضربة حرة مباشرة، محمود على التنفيذ، وهذا هو محمود الآن، هو متخصص في الكور الثابتة، إن كانت ركنية أو فاول يبقى هو دائما الحاضر. 25 متر بعد الكرة عن المرمى، محمود يلعبها خطيرة ولكن الكرة تروح خارج الملعب وتصبح ضربة مرمى هي لصالح فريق نادي الوصل. هذا محمود الظهير الشمال يعول عليه السيد إيفان إيفانوفيتش في الكور الثابتة في الانطلاقات من الجانب الشمال في الكور العرضية، وبالتالي يبقى واحد من أهم مفاتيح لعب النصر كالديرون، يعني في ظل هذه الظروف يتمناها أن تنتهي بالتعادل، في ظل هذا النقص العددي يتمنى أن تستمر الأمور على هذا الحال على هذا المنوال، ولكن إذا ما لطش جول فخير وبركة. وهنا طبعا لأن والله معذور، أنا يعني أقولها بمنتهى الأمانة معذور، ومعذور ليش؟ لأن تعمل تغييرين اضطراريات، أصيب عند لعيبة السالم عبد الله، أصيب الشمس، أصيب اضطر أن يعمل تغييرين، وبالتالي كذي المدرب حتى أوراقه تتخبط، لأنه هو عمل سيناريو معين، عمل بلان معين للمباراة، عمل رؤية لسير المباراة، والرؤية هذه تتلخبط فوق تحت إذا ما كان هناك تغييرات اضطرارية. تغيير اضطراري واحد مقبول، معقول، ممكن، بس اثنين صعبة، بس اثنين صعبة. على كل حال صفارة وخطأ، وهذا هو الآن فابيو دليما بالسلام إن شاء الله، فابيو دليما بالسلام إن شاء الله. يظل أحمد خميس هو اللي دخل دخول قوي جدا، حنشوف. نعم 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 في الكرة هذه. وعلى كل حال صفارة وخطأ وضربة حرة مباشرة، والوصل حيكون حاضر في اللقطة الماضية. هوغو على التنفيذ، فابيو قام بالسلام الآن، قام بالسلام الآن. كرة تتلعب، فابيو على طول يلعبها أمامي داخل البوكس، محاولة ولكن يخلصها مبارك، تعود لصالح فريق نادي الوصل. حسن زهران يرجع مرة ثانية، حصل بترويبة، يحاول يمر بترويبة، صفارة وخطأ ضد حسن أمين ولصالح البركيني بترويبة. خالد جلال، كيمبو كوكو، مرة ثانية الآن نص الملعب لطارق، أقصى اليمين جهة أحمد إبراهيم، الظهير اليمين يتقدم في الثلث الأولاني، يصل بترويبة يضم على داخل الآن، الكرة الآن من نص الملعب على الجانب الشمال تماما لمحمود خميس، الظهير الشمال يحاول يتقدم، يلعب أحمد خميس لمحمود مرة ثانية الآن، محمود بعرض الملعب لخالد جلال، أيضا انتشار عرضي جهة طارق أحمد، تمريرة في العمق لكيبا وكوكو ولكن الكرة تتخلص، تعود تنضم مرة ثانية كايو، الكرة معاه يتقدم كايو، كايو مع فابيو، كايو حاول عدي كايو ولكن حكم المباراة اعتزم خطأ، ويظهر له حيكون في إنذار، حيكون في إنذار لطارق، إنذار بطاقة صفراء، إنذار، إنذار، أول إنذار بالنسبة لفريق نادي النصر، أول إنذار، أول إنذار بالنسبة للنصر، بطاقة صفراء إنذار. هنا المحاولة، هنا المرور، ولكن بعد ذلك أيضا
كان الوجود لطارق هو اللي منع كايو من التقدم، اصطدم فيه. على كل حال تغيير حيجري السيد يوبانوفيتش هذا، والآن خالد جلال يترك الملعب لصاحب القميص رقم 17 جاسم يعقوب، لجاسم يعقوب. إذن ضربة حرة مباشرة، الكرة تتلعب بالرأس ولكن الكرة تروح خارج الملعب، خارج الملعب، وضربة مرمى محاولة وصلاوية كانت لم تنجح، كرة تروح خارج الملعب. لاحظ هذا هوبو حاطه في مكان ولا أروع، يظهر لي فابيو والكرة تروح خارج الملعب وضربة مرمى. شايف لما تكون عندك يعني عندك رياحية في مسألة التغيير تقدر تغير على كيفك. شوف الآن يوفانوفيتش يعني يدفع بلعيبة بدلاء لأنه هو عامل رؤية واستراتيجية، إذا تأخر حيدفع بمين، حيلعب بمين، بأي طريقة، طيب إذا تعادل حيلعب كيف، إذا بغى يكسب حيلعب كيف، إذا ها. لكن إذا كانت المصيبة وين، إذا كان عندك يعني تعطيل في لاعب، إصابة لاعب، تخسر تغييرات. يعني لاحظ أنت اليوم فريق نادي الوصل خسر تغييرين، خسر تغييرين على طول. الكرة تتلعب توصل لفابيو، الكرة معاه يحاول مرت تخلص، كرة ترجع مرة ثانية، هجمة مرتدة من الجانب الشمال، محاولة مرور يحاول أحمد خميس، ولكن أيضا الكرة تروح خارج الملعب ورمي التماس. هذا هو على كل حال جاسم يعقوب اللي كان في اللقطة الماضية، في الكرة الماضية تتلعب لمحمود، يحاول يعد الكرة معه، عادت وراحت خارج الملعب، رمي التماس، تتلعب رمي التماس، الكرة تصل الآن لهزاع يلعبها لهوغو، 2-2 حتى الآن. هوغو يحاول يعدي، هوغو يحاول يمر، هوغو ينقلها لهزاع، وصلوية لازالت. احنا على بعد 10 دقائق عن نهاية الوقت الأصلي لزمن شوط المباراة الثاني، و2-2. شوط المباراة الأول كان وصلوية بهدفين، شوط المباراة الثاني كان نصروية بهدفين، وبالتالي تساووا إن كان على مستوى النتيجة أو على مستوى الأداء. تتلعب، توصل الكرة وراء لياسر زهران، زهران حسن زهران يرسل أمامير تتخلص تعود، يا سلام، كايو حاول يتقدم الكرة معاه، حكم المباراة يحتسب ضربة حرة مباشرة، خطأ لصالح فريق نادي الوصل. شوف شوف إصرار كايو، شوف محاولات كايو وانطلاقاته، ولكن العرقلة كانت حاضرة والصفارة كانت موجودة، وضربة حرة مباشرة لصالح فريق نادي الوصل. هذا هو الآن أحمد شامبير، الحاضر والموجود، وحيطة معمولة من فريق نادي النصر، وهوغو موجود على التنفيذ. هذا هوغو البرتغالي اللاعب الذي بدأ هنا في دوري الخليج العربي من بوابة الأهلي قبل أن يصبح وصلويا. ضربة حرة مباشرة، حيطة نصراوية، هوغو حاضر وموجود، ترقب من جانب كايو ومن جانب أيضا فابيو، تسديدة ولكن في حارس المرمى أحمد شامبيل على طول يلعبها أمامير، حسن زهران براسه لهوغو، يرجع فيها ورا لياسر على طول طويلة، الكرة عدت، لكن أيضا محمود حاضر، عدت من مبارك بس محمود كان مغطي، يعني لو ما كان محمود موجود الأمور يعني حتكون صعبة. بتروبا يتقدم يلعبها على الجانب اليمين، أحمد إبراهيم، أحمد إبراهيم حيلعبها لمين، حيمر لمين، مضغوط مضغوط، سكر الزاوية، تلعبها لجاسم يعقوب، جاسم يعقوب رد ورا لمبارك، جات عصام، عصام ضاحي على طول لطارق أحمد، طارق أحمد تمرير أمامية، محاولة من البرازيلي نيمار يتقدم، خطيرة، عدى نيمار، مر نيمار، حيلعبها عالية عالية، جات أحمد خميس، ولكن الكرة تتخلص، هزاع براسه يبعدها، الكرة تروح خارج الملعب، وضربة ركنية لصالح فريق نادي النصر. هذا نيمار في الشوط الثاني اختلف
في الشوط الثاني أدى، في الشوط الثاني حضر تواجد، سجل وأصبح خطر على مرمى الوصل. ضربة ركنية تتلعب على طول خطيرة، حسن زهران بعدها تعود لبيترويفا يسدد، ولكن الكرة تروح خارج الملعب وتصبح ضربة مرمى، وهذا هو بيترويفا. إذن إيفان يوفانوفيتش المدرب هنا واضح تماما، يعني يقرأ المباراة بطريقته، يتابع المباراة بطريقته الخاصة، والتغيير الآن، تغيير الآن، هذا هو هزاع، سيترك الملعب للضيف الجديد، للبرازيل الجديد، روجيريو كوتينهو. روجيريو، إذن روجيريو في آخر تقريبا 7 دقائق من زمن هذا اللقاء يعوض هزاع سالم، وبالتالي سيلعب الآن روجيريو. حنشوف سكن سترايكر ولا لا، سكن سترايكر ولا لا، على كل حال خطأ، والخطأ ضد كاريو ولصالح فريق نادي النصر. الكرة تتلعب، توصل مرة ثانية الآن لطارق، على كل حال هذا اللاعب الذي نعم حمل 8 ألقاب مع فريق نادي الكويت ولقب مع شباب السعودي الموسم الماضي، خطيرة روسية تتلعب، يا ساتر، ولكن الكرة تعدي، يا سلام، عرض الملعب، ولكن أيضا تروح وتمر خارج الملعب وضربة مرمى نيمار، هذا هو الآن اللي معروف الصورة، هني كانت الرأسية والكرة عدت جنب القائم، ولكن كانت كذلك في راية وتسلل على نيمار. هذا نيمار، إذا روجيرو، روجيرو اللاعب الذي قضى 6 مواسم هناك مع الكويت، الكويت سجل خلاله 35 هدف وكما ذكرت 8 ألقاب، وبعد ذلك كان أيضا حاضر الموسم الماضي هناك في الدوري السعودي مع الشباب السعودي، وأحرز مع الشباب لقب السوبر الكأس السعودية. كرة تتلعب على طول، محاولة مرور محمد جمال مباشرة، الآن تتخلص، تعود، توصل وين؟ خارج الملعب، رمي تماس، خارج الملعب، رمي تماس. ما أصعب اللحظات وال5 دقائق الأخيرة في الأمتار الأخيرة، المباراة عادة ما تتوتر في المباراة، في ال5 دقائق الأخيرة عادة ما تأتي الأهداف، والأهداف الصعبة بعد ذلك لا تعويض إطلاقا، لا تعويض. لذلك الآن من سيسجل، الأمور حتكون صعبة، أي فريق حيسجل هدف خلاص حينام عليه، حينام عليه، وحيكون هو هدف الانتصار وهدف الفوز وهدف 3 نقاط. أحمد شنبي، إذا ما استمرت الأمور بهذه الصورة فالوصل سيصل إلى النقطة 25، والنصر إلى النقطة 30، والأهلي في المركز الثاني 37، والعين في المركز الأول 40. محاولة الكرة تتلعب، ولكن لا زالت الأمور في الأمور أمور، لأن باشر بإذن الله هناك أيضا العين سيستضيف الشارقة، ودبل الجيرة مع الشباب والوحدة مع الجزيرة. محاولة خطيرة، ولكن أيضا خطأ وضرب حرة مباشرة ورا باشر يوم السبت. الأهلي سيذهب للظفرة لمقابلة الظفرة بالغربية، والإمارات سيستضيف الشعب. على كل خطأ ضربة حرة مباشرة لصالح فريق نادي الوصل في ال4 دقائق وأقل من ذلك عن نهاية الوقت الأصلي لزمن شوط المباراة الثاني. 2-2، 2-2، وما حد أحسن من حد، وما حد أحسن من حد، وما حد أروع من حد أبدا، لأن الوصلويون كانوا رائعين في شوط المباراة الأول، والنصراويون كانوا كذلك في شوط المباراة الثاني. ضربة حرة مباشرة الآن على طول، هوغو فيانا يرسل طير، ولكن حارس المرمى أحمد شنبيه على طول كان الحظر الأكبر في اللقطة الماضية، كان في الموعد وكان موجود في اللقطة الأخيرة وفي الكرة الهوائية. تتلعب، جاسم يعقوب لطارق أحمد على
الشياطين يمرر هناك جيد محمود خميس للجانب الشمالي يتقدم عند مساحة رايح لعلي سالمين على طول أحمد خميس على كل تشابه أسماء بين محمود خميس وأحمد خميس ومحاولة الآن الكرة تتلعب خطيرة بترويبة ولكن الكرة تعدي وتروح خارج الملعب وهذا بترويبة اللي معنا في الصورة لاعب منتخب بوركينا فاسو لاعب نادي الجزيرة السابق الذي كان قد سجل 9 أهداف الموسم الماضي مع فريق نادي الجزيرة قبل أن ينتقل مع بداية هذا الموسم لتعزيز صفوف فريق نادي الأصل. كرة تلعب الآن حسن أمين براسل كرة تعود مرة ثانية حسن أمين مع بترويبة أحمد إبراهيم مباشرة طارق يلعب جهد كيمبو كوكو على طول الكرة تتخلص تصبح مع هوغو يلعب يحاول يعدي كرة مع هوغو يرسلها لفابيو على طول طارق راجع نازل مستلم من مرر لمحمود محمود عدى محمود باصة لجاسم تمرير أمامي كذلك لمحمود هجمة لصالح فريق نادي النصر هناك على الطرف الآخر تمرير جاءت نيلمار نيلمار يمر لأحمد خميس تغطية من جانب أيضا المدافع حسن زهران بعيدة من أمام محمود من أمام أحمد خميس والكرة تروح خارج الملعب وضربة ركنية وهذا هو أحمد خميس أول كرة في أول مباراة في أول حضور لهذا اللاعب بقميص فريق نادي النصر يسجل هدف وهو هدف التعادل شوف الضربات الركنية 11 ضربة ركنية منها 10 لصالح النصر رأسية خطيرة تعود للبرازيلي روجيريو يتقدم روجيريو يحاول يمر الكرة معاه تتخلص من أمامه وتبعد حكم المباراة تقول ما فيها شيء الكرة تعود الآن ترجع ورا لطارق ياخذ كرة طارق حيلعبها لمين يرسلها على طول الآن لجاسم يعقوب انتشار عرضي وكرة عرضية عن طريق أحمد أخذ كرتم حيلعبها لمين كيمبو كوكو تمرير أمامي دخل البوكس جاسم يعقوب خطيرة بعرض الملعب في الجول يا ساتر مش معقول يا لطيف على الكرة هذه لطيف أحمد خميس كان بإمكان أن يغير الأمور كان بإمكان أن يقلب الطاولة كان بإمكان أن يسجل هدف ثالث هذا جاسم يعقوب وهناك أحمد خميس والكرة تروح لو تعاد مش مرة 100 مرة مش هتروح خارج الملعب 100 مرة مش هتروح برا الملعب شوف حتى إيفان يوفانوفيتش يود راسه الله يعين المدربين الله يعين المدربين اللي مستقبلهم واللي عقدهم واللي أمورهم برباط لاعب ما أقدر أقول الله يعزكم بجزمة لاعب لكن برباط لاعب لأن إذا ما انتصر الفريق أكيد المدرب يعني حيكون حاضر المشكلة أحيانا أو غالبا الانتصارات يكون لها مليون أب والخسارة ضحية واحدة هو المدرب محاولة الآن محمود الكرة معاه يسدد ولا لا غير رأيه لعب أحمد خميس تتخلص من أمامه محمد جمال على طول جاءت فابيو يسيطر على كرة فابيو حيلعب المين فابيو يتقدم فابيو يمر فابيو حيلعب المين تمرير أمامي كايو جول أي برازيلي يا سلام على الإتقان يا سلام على رجل المناسبات على أروع اللقطات على الكرة البينية شوف كايو يا سلام يسجل هدف ثالث هدف الأمان هدف التقدم قد يكون هدف الانتصار إذن الوصلويون يتقدمون الوصلويون يسجلون كايو يا لطيف كايو يسجل الآن في الدقيقة 90 من زمن هذا اللقاء من زمن هذه المباراة وإنذار على كل حال 3-2 هذا وهوكو بس يا جماعة فابيو حاجة ثانية والأروع عمل التمريرة وين 100% بالمسطرة والقلم بالميزان وأي ميزان بميزان
ميزان الذهب اتعملت محاولة الآن، الكرة تعود على طول يحاول جاسم يعقوب تتخلص فابيو، ولكن في صفارة وفي خطأ وضربة حرة مباشرة هي لصالح فريق نادي النصر. هذا الآن هذا لاحظ هني هوجو طبعا يظهر لي هني يعني ما لها داعي إطلاقا، ما لها داعي بالمرة. على كل حال كرة تتلعب خطيرة، يعني ظهري راح يتكلم مع احتياطي فريق نادي النصر، ما كان لها داعي بالمرة. على كل حال في ضربة مرمى الآن، وهذا هو إيفان يوفانوفيتش المدرب المصدوم تماما. هذا هوجو يعني لازم يهدأ. المباراة قلت لك الآن يعني لعبة تنشن، المباراة كما ذكرت في الدقائق الأخيرة تكون مشدودة، والشد ينعكس على اللاعبين، الجمهور يتفاعل. أيها الجمهور الأصفر، أيها الجمهور الرائع، يا جمهور الذهب، وهنا واضح تماما حكم المباراة السيد عادل النقبي ينهي هذا اللقاء بانتصار الوصل.